بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من كان 2019. منذ قليل أو منذ دقائق قليلة جدا انتهت المباراة الودية ما بين منتخبنا الوطني ضد منتخب غينيا. انتهت المباراة لصالح منتخبنا الوطني بثلاثية مقابل هدف وحيد. المباراة مشيت، هدف في الدقيقة 12 لمروان محسن، أحرزه مروان محسن الحقيقة في الدقيقة 12. وهقول لكم دلوقتي تشكيل اللي لعب بيه منتخبنا الوطني أمام منتخب، أو اللي بدأ بيه منتخبنا الوطني أمام منتخب غينيا. ثم أحمد علي بيحرز هدف المباراة الثاني، ثم عمر جابر بيحرز هدف المباراة الثالث، والمنتخب الغيني بيحرز هدف المباراة الأول أو هدف المباراة الوحيد لصالح منتخب غينيا، لتنتهي المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد. مصر النهاردة بدأت بمحمد الشناوي كحارس مرمى، عمر جابر ناحية اليمين، أحمد أيمن منصور ناحية الشمال، محمود الونش وباهر المحمدي اثنين ستوبرين في وسط الدفاع، محمد النني وطارق حامد اثنين في وسط الملعب، وليد سليمان وعبد الله السعيد وتريزيجيه، ومن امامهم مروان محسن كرأس حربة وحيد. ست تغييرات عملهم خفير اجيري، منهم ايمن اشرف ومكان احمد ايمن منصور ما بين شوطي المباراه، ونبيل عماد دونجا. هذا اللاعب واحد من افضل اللاعبين في مركزه الحقيقه، وظهر بشكل مميز في مباراة تنزانيا وفي مباراة غينيا اليوم، خصوصا في الشوط الثاني اللي بدأ يلعب مكان طارق حامد فيه. ثم عمرو وردة مكان عبد الله السعيد في الدقيقة 60، وأحمد علي مكان مروان محسن في الدقيقة 61، ومحمد صلاح مكان وليد سليمان في الدقيقة 61 أيضا. وآخر التغييرات علي غزال مكان أو محمد النني في الدقيقة 87. ده تشكيل منتخبنا الوطني اليوم أمام منتخب غينيا والتغييرات اللي عملها منتخبنا الوطني. الحقيقة مباراة مهمة، مباراة استطاع أن يضع خفير أجيري على كل نقاط القوة اللي عنده وكل نقاط الضعف اللي موجودة في منتخبنا الوطني. هنتكلم فنيا أكتر عن هذه المباراة، ولكن في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون عندي ثلاثة من نجومنا الكبار اللي موجودين معنا في كان 2019. النجم الكبير الكابتن عادل طعيمة، والنجم الكبير الكابتن ماهر همام، ايضا النجم الكبير الكابتن محمد حشيش، هيتكلموا معانا في تفاصيل هذه المباراه. وهنتكلم ايضا عن المجموعه الرابعه، واحده من اهم واقوى المجموعات اللي موجوده في الكان 2019. عندنا كلام فني كثير جدا في حلقه اليوم، ولكن كالعاده نبدا باخبار منتخبنا الوطني في حلقه اليوم. النهارده الحقيقه جولات رياضيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، بيتفقد من خلالها استاد القاهره ويطلع على اعمال التطوير والتحديث الخاصه باستاد القاهره. اتكلمنا كتير جدا الحقيقه امبارح على استاد القاهره، ولكن طبعا الصوره اللي امام حضراتكم كانت في استاد الدفاع الجوي. لسه هنجيب لحضراتكم اول ما المتحدث الرسمي باسم الرئاسه السفير بسام راضي ينزل الصور، هننزلها لحضراتكم ونوريها لحضراتكم. ولكن الرئيس الحقيقه امبارح كان في استاد الدفاع الجوي والتقى باعضاء المنتخب الوطني، كل اللاعبين وكل الجهاز الفني. النهارده الرئيس الحقيقه ايضا راح لاستاد القاهره وشاف التطوير والتحديث اللي حصل في استاد القاهرة خلال الفترة اللي فاتت بأيادي مصرية خالصة. الحقيقة كل التطويرات والتحديثات اللي حدثت في استاد القاهرة شيء مشرف، شيء رائع. منظر اللي احنا شايفينه النهاردة، الرئيس أيضا مش عايز يسيب حاجة، الحقيقة كله بينزل يشوف بنفسه كل الأمور ماشية ازاي، وكل الاستادات اللي هتلعب فيها البطولة الإفريقية ماشية ازاي. شاف استاد الدفاع الجوي امبارح، النهاردة شاف استاد القاهرة اللي إن شاء الله مباراة الافتتاح ما بين، أو افتتاح هذه البطولة ما بين منتخبنا الوطني وما بين منتخب زيمبابوي. وقبلها طبعا هتكون هناك حفل افتتاح رائع لمنتخبنا الوطني أو لهذه البطولة. اطلع الرئيس على أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة التي تم تنفيذها في مجمع استاد القاهرة، والتي شملت كافة مكوناته من منشآت وتجهيزات وخدمات، فضلا عن الطرق المحيطة. استاد القاهرة اللي راح زمان يشوف استاد القاهرة ويعرف أنه هو اتغير تماما دلوقتي. الملعب طبعا يظل دائما زي ما قلت لكم امبارح، ريحة استاد القاهرة دي شكل تاني، ونجيلة استاد القاهرة
ومدرجات استاد القاهره شكل تاني، ولكن كل حاجه اتغيرت الحقيقه. الطرق المحيطه بالاستاد اصبحت على اعلى مستوى، المدرجات اصبحت على اعلى مستوى. انا رحت الحقيقه استاد القاهره واتفرجت، ودخلت الاستاد واتفرجت، حاجه جميله جدا جدا جدا. بنشكر كل القائمين على العمل في استاد القاهره. نتمنى ان شاء الله ان حضراتكم تزينوا هذا الاستاد في يوم الافتتاح يوم 21، وتظل هذه البطوله في ذاكره الافارقه كلهم، تظل البطوله الافريقيه، بطوله الامم الافريقيه ال19 في اذهان كل الافارقه الحقيقه، كل الافارقه. انا متاكد ان احنا ان شاء الله يوم 21 هنعمل، يوم 21/6 هنعمل حفل افتتاح مبهر للجميع ان شاء الله. ايضا قبل بس ما اكمل كلامي عن هذا الموضوع، عايز اروح ايضا وكالعاده الحقيقه زي ما بنتكلم معاكم دايما، من الاستادات اللي الحقيقه الجميله جدا جدا جدا، والاستادات اللي دايما بتحس فيها براحه، استاد اسماعيليه. استاد اسماعيليه، مدينه اسماعيليه، المدينه كلها الحقيقه هي مدينه من المدن الجميله جدا جدا في مصر، ولكن استاد الاسماعيليه تحديدا، وزي ما حضراتكم عارفين للناس اللي راحت اسماعيليه واتفرجت على مباريات الاهلي والاسماعيلي مثلا، او اللي راح اتفرج لمباراه للنادي الاسماعيلي، استاد اسماعيليه حواليه كله شوارع، كلها شوارع مهمه جدا جدا في اسماعيليه. استاد اسماعيليه يقع في قلب الاسماعيليه، ومملوك طبعا للنادي الاسماعيلي، وهو واحد من 6 استادات ستستضيف بطولات او مباريات كاس الامم الافريقيه. سعه استاد اسماعيليه حوالي 18,000 متفرج. مدرج الدرجه الاولى والمقصوره تقع في شارع رضا، ومدرج الدرجه الثانيه وسط تقع في شارع شبين الكوم. شارع شبين الكوم وشارع رضا اشهر شارعين موجودين في اسماعيليه للي عارف طبعا اسماعيليه كويس، ويضم استاد اسماعيليه ايضا ملعب فرعي وملعبين تنس وحمام سباحه، ليس به جراج للسيارات لان الملعب وسط المدينه. واستاد اسماعيليه تستطيع الوصول ليه باي وسيله، تركب اي مواصله هتصل لاسماعيليه، لان اسماعيليه الاستاد زي ما قلت لكم في وسط الاسماعيليه، الاستاد بيبقى في النص كده وكل مدينه اسماعيليه حواليه، فواحد من الاستادات المبهره الحقيقه. واللي انا شخصيا تشرفت ولعبت حوالي 5 سنين في نادي الاسماعيلي في هذا الاستاد الرائع المملوك لجمهور النادي الاسماعيلي. تم اعاده تاهيله في 2006 قبل بطوله كاس امم افريقيا، وايضا قبل كاس العالم اللي أقيم في مصر تحت 20 سنة. زي ما حضراتكم شايفين ده استاد اسماعيليه، ده الاستاد اللي شهد على كل الانتصارات اللي عملها النادي الاسماعيلي. أيضا المنتخب القومي أو المنتخب الوطني بيروح يلعب مباريات هناك في استاد اسماعيليه الحقيقة، لأن جمهور اسماعيليه معروف أنه هو واحد من الجماهير الذواقة لكرة القدم والمحبة جدا لكرة القدم، وبالتالي زي ما حضراتكم شايفين اسماعيليه كلها بتتمحور في هذا الاستاد، الاستاد ده في وسط المدينه والناس كلها بتيجي من كل اسماعيليه، وانا متاكد ان المجموعه اللي بتلعب هناك هيكون فيها زخم كبير وجماهيريه كبيره جدا في الاستاد، لانه جمهور الاسماعيليه الحقيقه من الجماهير اللي بتحب كره القدم، من الجماهير اللي بتعشق كره القدم، بتعشق النادي الاسماعيلي طبعا ده في الاساس، ولكن بتعشق ايضا كره القدم، وبتشوف ونفسها تشوف المنتخبات اللي هتبقى متواجده في مجموعه اسماعيليه. وانا متاكد ان شاء الله كل الناس اللي موجوده هناك بتعمل اقصى جهدها علشان تصل باستاد اسماعيليه الى الشكل اللي احنا عارفينه عنه، او الشكل اللي احنا عايزينه خلال البطوله القادمه. تم تجديد ارض ملعب استاد اسماعيليه ورفع كفاءه عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500 فولت، بجانب تغيير نظام الري والصرف، وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الإفريقي الكاف. كما تم تركيب أيضا بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل. ده شرح بسيط عن استاد اسماعيليه. زي ما بقول لحضراتكم كل يوم هنقول لحضراتكم استاد، او يعني كل ما هنطلع مع حضراتكم هنقول لحضراتكم استاد من الاستادات اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله بدايه من يوم الجمعه القادم. الحقيقه استاد رائع، استاد مهم، جمهور ذواق، جمهور محترم، جمهور بيحب كره القدم. خلينا نطلع نشوف تقرير عن استاد اسماعيليه وهذا الاستاد الرائع وكيف نراه من خلال هذا التقرير.
استاد الإسماعيلية هو استاد متعدد الاستخدامات يقع في قلب المدينة وهو ملك للنادي الإسماعيلي، يستضيف مبارياته. واحد من 6 استادات استضافت مباريات أمم إفريقيا 2006. كان أيضا من الملاعب التي استضافت مباريات كأس العالم للشباب 2009 بمصر. سعة استاد الإسماعيلية 18,000 متفرج، يحده 4 شوارع. مدرج الدرجة الأولى والمقصورة يقع في شارع رضا، مدرج الدرجة الثانية يقع في شارع شبين الكوم، وهما من أكبر شوارع المدينة. يضم استاد الإسماعيلية ملعب فرعي وملعبين للتنس وحمام السباحة. ليس به جراج للسيارات لأن الملعب بوسط المدينة. الوصول لاستاد الإسماعيلية بأية وسيلة عن طريق المواصلات أو حتى بالسير على الأقدام، كما يعتبر من أقدم الملاعب في تاريخ مصر. أنشئ عام 1939، سبق وتم إعادة تأهيل استاد الإسماعيلية في 2006 قبل بطولة كأس الأمم الإفريقية وقبيل كأس العالم للشباب تحت 20 عام. شملت أعمال تطويره رفع كفاءة أرض الملعب والمضمار وإعادة تجديد المدرجات وأعمال التشطيبات الداخلية والواجهة الرئيسية وتطوير غرف الملابس والحكام والمداخل وقاعة المؤتمرات الصحفية ومناطق الفي اي بي وتطوير نظام البث التلفزيوني وكاميرات المراقبة. تم تجديد أرض ملعب استاد الإسماعيلية ورفع كفاءة عمليات الإضاءة بأبراج الإنارة لتصل قوتها إلى 2500، بجانب تغيير نظام الري والصرف. وتم إعادة تأهيل غرف اللاعبين والحكام بما يحقق اشتراطات الاتحاد الإفريقي كاف، كما تم تركيب بوابات إلكترونية مع تغيير نظام المراقبة بالكامل. تستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة 6 التي تضم منتخبات الكاميرون، غانا، بنين وغينيا بيساو على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضي. استاد رائع الحقيقه، وحاجه رائعه وحاجه جميله جدا جدا اللي احنا شايفينه ما يحدث في مصر الان من تطوير لكل هذه الاستادات بما يتواكب مع شروط الاتحاد الافريقي، اللي هي بالمناسبه كانت موجوده بس كان ناقص لها بعض الصيانه. الحقيقه مجهود كبير جدا جدا بذل خلال الفتره او الشهرين 3 اللي فاتوا منذ ان اعلن او اعلن الاتحاد الافريقي عن استضافه مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه، او انقاذ مصر لبطوله كاس الامم الافريقيه 2019 واقامتها في مصر. اللي عايز بس اقوله دايما وهاكرر هذا الموضوع كل حلقه، استاد القاهره او استاد اسماعيليه او استاد اسكندريه او استاد السويس الجديد او استاد الدفاع الجوي، كل الاستادات اللي تلعب فيها مباريات كأس الأمم الأفريقية، الاستادات كلها مراقبة شديدة جدا بالكاميرات. أنا بقول الكلام ده ليه؟ بقول الكلام ده لحضراتكم علشان مهم جدا 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 نعرف أن كل اللي بيتعمل ده لجمهور المصري، كل اللي بيتعمل في الاستادات ده وكل المجهود اللي بيبذل ده عشان خاطر حضراتكم. لما تخش بعد كده، لان امبارح الوزير اعتقد كان في لقاء مع سيف زاهر اتكلم على ان بداية الفترة او وجود نظام تذكرتي مثلا في كأس الامم الافريقية هيبقى بداية لعودة الجمهور في الدوري القادم. فحضرتك لما هتخش وتشوف المجهود اللي بذل وتقعد في كرسي محترم وتلاقي نجيله محترمه وتتفرج على ماتش بشكل جيد، تشجع فريقك انت حر طبعا، كل واحد من حقه ان هو يشجع فريقه بالطريقه اللي هو عايزها، الطريقه المحترمه يعني اللي هو عايزها، ولكن في النهايه الاستاد ده ملكك. استاد القاهره، اسماعيليه، اسكندريه، كل الاستادات اللي موجوده هي ملك للشعب المصري، وبالتالي انت حضرتك في بيتك ممكن تمسك الكوبايه مثلا وترميها على الارض تكسرها، او ترمي الكوبايه متخانق او متنرفز ولا حاجه تاخد الكوبايه ترميها في ما بيحصلش الكلام ده، بتبقى خايف على بيتك وخايف على حاجتك. هو ده اللي احنا عايزينه، وانا متاكد ان الجمهور المصري واعي لمثل هذه الامور وقادر ان هو يعرف قد ايه المجهود اللي بذل عشان خاطرهم هم لان يصل الاستاد القاهره واستاد اسماعيليه وكل الاستادات بهذا الشكل الرائع، عشان المباريات اللي هيلعبها النادي الاسماعيلي بعد كده ان شاء الله في الدوري القادم تبقى على أعلى مستوى، سواء من الناحية الفنية كعادة النادي الإسماعيلي مثلا، والناحية أيضا التنظيمية من خارج الملعب، تبقى حضرتك قاعد على كرسي جميل مفهوش تكسير،
الدنيا كلها قدامك، شايف ملعب نظيف، تراك حلو، الاستاد كله زي ما حضراتكم شفتوا استاد رائع، سواء استاد القاهرة او استاد اسماعيلية. ان شاء الله خلال الثلاث ايام اللي فضلة لينا قبل بداية كأس الأمم الأفريقية هنقول لحضراتكم على بقية الاستادات، وتشوفوا قد ايه التطوير اللي حصل في هذه الاستادات. دايما عندنا فقرة مهمة دايما بنتكلم فيها مع حضراتكم عن أحد النجوم الكبيرة جدا جدا اللي تألقت مع منتخبنا الوطني في كأس الأمم الأفريقية. الحقيقة لما كنا بنختار النجم ده ما لقيناش أهم وأفضل من الله يرحمه ثابت البطل، كابتن ثابت البطل، واحد من أهم وأفضل حراس المرمى اللي جم مصر خلال الأربعين خمسين سنة الأخيرة، أفنى روحه وأفنى عمره لصالح النادي الأهلي وصالح منتخب بلاده. وبالتالي كابتن ثابت البطل قيمة كبيرة جدا وقيمة أساسية موجودة دايما، الكل عارف قد إيه كان هو واحد من أفضل الحراس اللي موجودة في النادي الأهلي، قد إيه كان واحد من أفضل الحراس اللي موجودة في منتخبنا الوطني. له صولات وجولات كبيرة جدا على مدى 15 سنة، 15 سنة بيحرس فيهم نجم الكبير الله يرحمه كابتن ثابت البطل منتخبنا الوطني، أو بيحرس عرين منتخبنا الوطني. خلينا نطلع نشوف تقرير عن الكابتن ثابت البطل رحمة الله عليه ونرجع نكمل عليه مع حضراتكم. ثابت البطل أهلاوي يقود الفراعنة لمنصة التتويج الإفريقية 86. الأهلي يعتبر المنبع الأكبر المعتمد لمد المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب بكافة المراحل، في مقدمتهم اللعبة الشعبية الأولى في مصر وهي كرة القدم، ليكون لاعب المارد الأحمر العمود الفقري لمنتخب مصر في أي مرحلة عمرية. بالعودة للتاريخ نجد نجوما كثيرين تألقوا وقادوا الفراعنة في المحافل الدولية، رفعوا علم مصر في كل مكان تواجدوا به، ساهموا في عزف نشيد بلادهم في كل مكان. من النجوم الذين خلدتهم الذاكرة بحروف من ذهب مع المنتخب الحارس التاريخي ثابت البطل حارس مرمى الأهلي والمنتخب الذي صال وجال مع الفراعنة في أدغال إفريقيا. كم فرحة تم رسمها على شفاه الجماهير المصرية بواسطة البطل، وذلك بتألقه مع زملائه. ثابت البطل خاض مشوارا طويلا مع المنتخب الوطني، بدأ عام 1974 وصل إلى أن انضم لقائمة الشرف التي مثلت مصر في كأس العالم 90 بإيطاليا التي حققت حلم المصريين الذي غاب ما يقرب من 60 عام. شارك البطل مع المنتخب في العديد من البطولات، كان له دور بارز في العديد من الانتصارات، لعل من أبرزها التتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية عام 86 التي نظمتها مصر. كان للبطل دور كبير في المباراة النهائية أمام الكاميرون باستاد القاهرة وأمام ما يقرب من 100,000 متفرج. لجأ الفريقان لركلات الترجيح، أحرز للمنتخب الوطني طارق يحيى، مجدي عبد الغني، علي شحاتة، علي ميهوب، أشرف قاسم، بينما أهدر مصطفى عبدو الركلة الثالثة. تصدى ثابت البطل لركلتي ترجيح ليأتي دور البطل ثابت الذي تصدى لركلتي الجزاء. بعدها أعلن الحكم التونسي علي بن ناصر فوز الفراعنة باللقب الثالث في تاريخ بطولة كأس الأمم الإفريقية، والذي جاء بعد فترة غياب تزيد عن ربع قرن، حيث كان آخر تتويج للفراعنة قبلها بالنسخة الثانية التي أقيمت عام 59 ونظمتها مصر. البطل أيضا شارك مع الفراعنة في التتويج بذهبية دورة الألعاب الإفريقية عام 87، ومن قبلها أيضا شارك مع المنتخب في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 84، ومن قبلها أيضا شارك مع المنتخب في دورة لوس أنجلوس الأولمبية عام 84، فهو له تاريخ وبصمة كبيرة مع المنتخب الوطني. طيب خلينا نروح بقى لأخبار منتخبنا الوطني. أخبار منتخبنا الوطني زي ما قلت لحضراتكم أولى الأخبار، الرئيس راح تفقد استاد القاهرة
وشاف التطورات اللي حصلت فيه. اخر تاني الاخبار، الكاف بيعلن سفراء بطوله كاس الامم الافريقيه. كشف الاتحاد الافريقي لكره القدم كاف عن قائمه سفراء النسخه المقبله رقم 32 من كاس الامم الافريقيه المقامه في مصر 2019 والتي تنطلق يوم 21 يونيو الجاري. اسمعوا بقى الاسامي اللي تفرح، الاسامي اللي هم سفراء بلادهم في كأس الأمم الأفريقية القادمة. طبعا قلنا لحضراتكم امبارح عن اسم كابتن محمود الخطيب كسفير لمصر، من سفير لكأس الأمم الأفريقية من مصر، أيضا الجزائري رابح ماجر، والكاميروني سامويل إيتو، والإيفواري يايا توريه، والسنغالي الحاج ديوف، والنيجيري كانو. مجموعة كبيرة جدا من النجوم، وكل واحد فيهم الحقيقة قيمة كبيرة جدا جدا. الكابتن محمود الخطيب قيمة كبيرة جدا جدا هنا في مصر، كابتن رابح ماجر واحد من أهم وأفضل اللاعبين في الجزائر وفي القارة الأفريقية، الكاميروني سامويل إيتو حدث ولا حرج، يايا توريه أيضا. شوف بقى اسم يايا توريه ده عامل إزاي، وفوز ولعبه مع برشلونة ولعبه في مانشستر سيتي. الحاج ضيوف أيضا واحد من أهم اللاعبين في السنغال وفي القارة الأفريقية، والنيجيري كانو. كانو ده اللي ما شافوش يا جماعة، واحد لعيب طويل جدا، واحد من اللعيبة الطوال جدا، ولكنه من أحرف اللاعبين اللي تشوفه بعينك. النيجيري يعني أنا تشرفت أن أنا لعبت ضد هذا اللاعب في المنتخب الأولمبي، واحد من أهم وأفضل اللاعبين أيضا. هي دي الأسماء اللي تفرح، الأسماء اللي تخليك تبقى قاعد كده، محمود الخطيب، رابح ماجر، سامويل إيتو، كانو، يايا توريه، مجموعة اللاعبين الأفارقة اللي هيفضلوا دايما في قلوب كل الأفارقة. بالمناسبة الناس كلها لما تقول لهم الحاج ضيوف عارفين الحاج ضيوف، الناس كلها لما تقول لهم كانوا عارفين هنا في مصر حتى، يعني طبعا أكيد الكل يعلم من هو محمود الخطيب، ولكن لما تيجي تسأل الناس عن بقية الأسماء دي، كل الأسماء دي معروفة، وكل الأسماء دي ستظل دائما في قلوب كل الأفارقة. طيب عشان بس الموضوع ده كان عامل قصة للناس الحقيقة، ولكن هي أنا كنت شايفها طبيعية، أنا من وجهة نظري الموضوع ده كان بالنسبة لي طبيعي جدا، إن محمد صلاح لعبت المنتخب 23 لاعب. محمد صلاح جه بعد تجمع المنتخب بسبب اتفاقه مع الجهاز الفني إن هو ياخد أجازة أطول شوية، وبالتالي جه آخر واحد، فقعد في أوضة لوحده. قعد في أوضة لوحده، يعني هو جاي آخر واحد وبالتالي قعد في أوضة لوحده، الـ 22 خلاص اتقسموا وقعدوا مع بعض. لكن النهارده الحقيقه محمد صلاح بيودع اقامته المنفرده بالمنتخب ويرافق احمد الشناوي في غرفه مشتركه. طيب طبعا من كتر الزن الظاهر ولا ايه ما تفهمش، لان الفتره اللي فاتت الناس جت على محمد وقالت لك ايه، يعني اشمعنى محمد صلاح يقعد في اوضه لوحده؟ هو الظروف جت كده، هو يمكن هو اللي طلب محمد دلوقتي ان هو يقعد مع احمد الشناوي، ولكن الخبر جاي ينوي الجهاز الإداري للمنتخب المصري إجراء بعد بعض التغييرات في إقامة اللاعبين داخل الغرف في منتخبنا الوطني. التقى كشف المصدر أنه من المنتظر أن يقيم محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي مع أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز في غرفة مشتركة في فندق الإقامة بالقاهرة. إن شاء الله بعد المباراة النهاردة يجوا بكرة الصبح إن شاء الله إلى القاهرة لبداية المعسكر بقى المغلق لبداية البطولة الإفريقية. وبرضو لما تسمع نابي كيتا احد اهم اللاعبين دلوقتي في ليفربول وفي منتخب السنغال في منتخب غينيا، نابي كيتا، لما تسمع ان نابي كيتا بيقول ان محمد صلاح ده مثله الاعلى، حاجه مشرفه جدا، حاجه تبقى دايما فخور ان انت بتسمع ان واحد من اهم اللاعبين الافارقه اللي موجودين في الدوري الانجليزي بيتكلم عن محمد صلاح بهذا الشكل، وبيتكلم عن محمد صلاح بهذا الاسلوب الرائع. الحقيقه نبي كيتا بيقول ان علاقته مميزه جدا بمحمد صلاح، وانه احد اقرب اللاعبين لقلبه في ليفربول، واعتبره بمثابه القدوه لي. قال نبي كيتا ايضا، منذ وصولي الى ليفربول وصلاح يعاملني كاخ اكبر، ودائما ما يوجه لي الكثير من النصائح. قال عن مستقبله مع ليفربول انه مستمر مع ليفربول خلال الفتره القادمه. بكده يبقى معسكر اسكندريه بنهايه هذه المباراه، معسكر اسكندريه انتهى، وسيبدا غدا ان شاء الله معسكر القاهره استعدادا لمباراه الافتتاح التي ستقام ان شاء الله يوم 21/6 يوم الجمعه القادم.
افتتاح النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019. وزي ما قلت لحضراتكم بعد نهاية هذه المباراة هتبقى المباراة اللي انتهت بالفعل. إن شاء الله إن شاء الله كل لاعبتنا يوصلوا بكرة بالسلامة إلى القاهرة إلى فندق الإقامة. كابتن هاني رمزي اتكلم عن تجربة غينيا وقال إن هي تجربة مهمة لاستكمال أهداف المنتخب في أمم إفريقيا. أيضا واحد من النجوم الكبار الكابتن شطة، كابتن عبد المنعم شطة هيبقى رئيس اللجنة الفنية لاختيار الأفضل في أمم أفريقيا 2019. الكابتن شطة واحد من أهم اللاعبين اللي كانوا طبعا موجودين في النادي الأهلي لفترات طويلة، وكابتن شطة تقلد مناصب كثيرة في الاتحاد الإفريقي ومؤخرا أصبح رئيسا للجنة الفنية لاختيار الأفضل، يعني أفضل لاعب، أفضل حارس، أفضل تشكيل اللي هيختار أو رئيس اللجنة اللي هتختار هؤلاء الأفضل هيبقى الكابتن شطة. كل التوفيق لكابتننا الكبير كابتن شطة في هذه المهمة. هي مهمة صعبة الحقيقة أن أنت تختار الأفضل من مجموعة الأسماء اللي موجودة، الحقيقة هتبقى مهمة صعبة جدا، ولكن الكابتن شطة الحقيقة عودنا دايما أن هو بيشوف شغله بمنتهى الاجتهاد وبمنتهى الجد، وبيحاول دايما يصل للأفضل لأنه فعلا الأفضل. دايما يتقال لنا أن في حسابات معينة في الكلام ده، لكن لا، مع كابتن شطة أعتقد الأمور هتبقى مختلفة تماما، لأنه زي ما قلت لحضراتكم تقلد مناصب كثيرة جدا ونجح فيها في الاتحاد. كل المناصب اللي تقلدها في الاتحاد الأفريقي نجح فيها وأصبح الآن على رأس اللجنة الفنية لاختيار الأفضل. خلينا نروح لكابتن شطة نهنيه طبعا على هذا المنصب الجديد. أيضا نسأله عن كل الأمور بقى. كابتن شطة زي حضرتك ويعني بهنيك الحقيقة على رئاسة اللجنة الفنية لاختيار الأفضل في أمم أفريقيا 2019. ليك يا كابتن اسلام، والله ده شرف لينا طبعا كلنا النادي الاهلي وللاهلاويه وليا ولمصر، ان واحد حقيقه يعني كان مدير فني الاتحاد الافريقي فتره طويله انه كانوا بيه في هذه الامور. وطبعا انت عارف البطوله دي كبيره قوي، اصلا زمان كانت 32 مباراه دلوقتي 52 مباراه، فمحتاجه لمجهود كبير جدا. فحقيقه لسه كنت بقول حالا الموضوع ده ان انت المجهود هيبقى مضاعف في هذه البطوله. بالتاكيد بالتاكيد. وبعدين على حسب علمي كمان دلوقتي احنا طلبنا من الاتحاد الافريقي ان كل ملعب بدل ما يكون في واحد من التي اس جي او التكنيكال ستادي جروب يكونوا اثنين، عشان برضو المباريات كل واحد ياخد فرقه ويحللها صح، يبقى فيه مجهود اكبر ويعني شرح للبطوله فنيا ومتابعه اللاعبين في الملعب، عشان لما تدي قرارات ما يبقاش واحد بس هو اللي موجود. افرض اي حاجه حصلت ممكن تحصل اي حاجات معينه في الملعب اثناء المباراه، لازم اثنين عينين يكونوا موجودين. نعم. بالتالي الحقيقه تم اختيار 12 واحد موجودين بجانب 3 خبراء وانا منهم موجودين، عشان يتابعوا البطوله كامله ويطلعوا تقرير فني ليها ان شاء الله بعد البطوله، يساعد كل الاتحادات وكل المدربين ان ياخذوا فكره عن المباريات وعن اسلوب اللعب والحاجات اللي هي يعني حضرتك كمان هتختار، يعني اللجنه دي هتختار الافضل من مثلا اللاعبين، من حراس المرمى، من كذا ومن كذا، وايضا هتدي تقارير لكل الاتحادات المحليه لكل منتخب. يعني بالتاكيد انت عارف دايما البطولات دي اللجنه الفنيه بتعمل ايه؟ بتحلل المباريات وتشوف الاسلوب اللعب الجديد وتشوف الترندز الجديده، ايه اللي بيظهر في كره القدم الحديثه، محتاجين المدربين ايه يدوا للعيبه مستقبلا، التدريبات تبقى شكلها ايه؟ لان الحقيقه البطولات كلها بتطلع بتفرز ترندز جديده، حاجات جديده بتشوفها، يعني مثلا الهدف اللي حرزه النهارده مرام محسن هدف حقيقه يعني لازم ندرسه للمدربين، لان دي حاله من الحالات اللي بتعتبر نيو ترند، اللعبه من لمسه واحده مع تسديد من لمسه واحده مع اختراق من العمق بشكل معين، دي كلها حالات بتدرس بناخدها احنا بنحللها كخبراء فنيين عشان تطلع منها حاجه للتدريب، لان المدربين للاعبين مستقبلا للناشئين للشباب تبقى حاجات جديده تدرس. حقيقه الجول اللي جابه محمد صلاح النهارده الحقيقه برضو يعني محتاج برضو اللعب في الماكينه الضيقه، كيفيه انك تسيطر على نفسك، كيفيه يعني هو كان هيجيب جون يا كابتن شطه اللي هو بتاع اللي جاء واحمد علي كمله يعني يعني هو تقريبا احنا هو اللي عمله يعني اللعيبه الاسيست نفسه اللي بيتعمل بالشكل ده بنحلله برضو عشان لما نيجي نقول ازاي هو اثر تاثير مباشر في الفرقه، ازاي خلى المنتخب شكله افضل نتيجه برضو مهاره فرديه، الحاجات دي كلها لازم
تقولها للعيبه وتقولها للمدربين عشان برضو المجهود الفردي المهاره الخاصه استغلال الحاجات دي كلها دي برضو حاجات بتبقى مهمه جدا لينا كمدربين طبعا نعرفها واللجنه الفنيه بتطلع الحاجات دي كلها ان شاء الله وتحللها وتعملها على دي في دي وتنشرها في المواقع وتبعتها للاتحادات كلها. كابتن شطه تتوقع نجاح هذه البطوله؟ طبعا البطوله دي اهتمام الدوله بيها اهم حاجه يعني البطولات اللي هي الكبيره اللي زي دي لما تلاقي بقى الدوله بتهتم بيها هتفرز طبعا مباريات قويه هتفرز ملاعب جيده هتفرز جماهير بتحضر هتخلي بقى البطوله شكلها كويس لكن لما مثلا تروح بطوله مثلا ما تلاقيش فنادق ما تلاقيش ملاعب زي ما حصل قبل كده في بطولات كثيره جدا منها بتاعت بوركينا فاسو لما انا بسمع وكان وقتها كان بيحكي وقتها الحقيقه كابتن فتحي مبروك كان بيقول لك والله راحوا ما لوش فنادق ما لوش حته يقعدوا فيها وقعدوا مع بعض اربعه ولا خمسه الحاجات دي بتوري انه البطوله لما تهتم بيها بتديك بقى ريفليكشن على انه البطوله دي هتبقى بطوله قويه جدا ونحن متوقعين انها تكون قويه وبعدين فيها منافسات يعني غينيا النهارده ما كانتش وحشه تلعب كوره كويسه كانت بتستهدف كل الحاجات دي يا كابتن اسلام مهمه جدا انك انت يعني انت تعرف الفرق اللي جايه برضه فرقه قويه نعم طيب كابتن شطه اللجنه الفنيه هل هناك اسماء مصريه في اللجنه الفنيه؟ لا اللجنه الفنيه ما فيهاش اسماء مصريه لان الحقيقه كان المفروض حازم امام كعضو لجنه فنيه يبقى موجود بس هو طبعا اكيد ما اعرفش اسمه مش موجود اكيد كان مرتبط بحاجه معينه خليته ما يكونش موجود لانه كابتن حازم امام عضو لجنه فنيه في الاتحاد الافريقي واللجنه الفنيه كلها تقريبا اغلبها موجود لكن ما فيش اعضاء لجان فنيه في الاتحاد في البطوله دي من مصر وكنت اتمنى ان يكون واحد موجود من مصر ليه عشان يعني حقيقه مش عايز اقولها كنت اتمنى محمود سعد يبقى موجود محمود سعد طبعا قيمه كبيره طبعا لا غير كده ده مدير الفني بتاع الاتحاد المصري لكره القدم نعم وبالتالي كان من المفترض ان هو يبقى موجود كان لازم حقيقه برضو يعني بترشيح بسيط كان ممكن يكون موجود لانه هو مش عضو لجنه ولكن يعني مدير فني الاتحاد المصري لكره القدم في بطوله بتقام على ارضها كان يجب ان يكون موجود ولكن يعني اتمنى انه حتى يبقى كان موجود حتى في الاجتماعات وكده فدي مهمه جدا يعني تبقى في لجنه فنيه يا كابتن اسلام من الاتحاد المصري لكره القدم تحلل المباريات وتطلع كتيب مستقبلا في بطوله اتعملت على ارضها مظبوط لانها في النهايه ممكن نشوف حاجات جديده من خلال هذه البطوله طبعا بالتاكيد لان انت لما تعمل حقيقه في المغرب في البطولات اللي اتعملت في المغرب قبل كده كانت بتتشكل لجان فنيه تروح تحلل المباريات للاتحادات المحليه، الاتحاد الافريقي ده بيحلل جلوبالي حاجه كده للناس كلها لكن انت تحلل حاجه لاتحادك المحلي تطلع كتيب بيسموه البطوله الافريقيه التي اقيمت في مصر كذا، الاتحاد المصري لكره القدم تاخد التايتل بتاع الاتحاد المصري لكره القدم زي ما اتعملت قبل كده في تونس عملنا بطوله 2004 وعملنا بعد كده في ساوث افريكا يعني حاجات كده يعني بتبقى مهمه لكن اتمنى انه يعني مستقبلا الامور دي تبقى مهمه جدا بالنسبه للاتحادات يعني هو اقتراح رائع كابتن شطه ويعني اكيد هيوصل للاتحاد المصري نتمنى ان هو يتم تنفيذه انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا كابتن عبد المنعم حسين شطه عضو اللجنه الفنيه بالكاف واحد او رئيس اللجنه الفنيه لاختيار الافضل في امم افريقيا 2019 يعني طبعا كابتن محمود الخطيب كابتن شطة أسماء كبيرة جدا جدا الحقيقة وأسماء مهمة كله شرف لمصر الحقيقة على الرغم من الكابتن شطة طبعا كلنا عارفينه ولكنه لعب فترة طويلة جدا في النادي الأهلي وبالتالي يعني دايما بنعتبره مصري كل السودانيين إخواتنا وأصدقائنا تذكرتي أيضا بتقول نجحنا في القضاء على السوق السوداء قبل أمم أفريقيا الحقيقة دي ده موضوع مظبوط 100% يعني كل الناس اللي كانت معاصرة أمم أفريقيا 2006 تعرف أن اللي حصل الأيام دي بالفعل هو أدى إلى قتل السوق السوداء مش القضاء عليها لا القتل السوق السوداء مفيش حاجة اسمها أو مفيش هيبقى حاجة اسمها إن شاء الله بعد كده السوق السوداء كل حاجة هتبقى من خلال أرقام ومن خلال التليفون يعني آب على التليفون أو تخش على تذكرتي دوت كوم على التليفون وتطلع الفان آي دي بتاعك وتطلع تذكرتك كل حاجه هتبقى اونلاين الحقيقه وده شيء رائع جدا طبعا في بعض الشكاوى موجوده ده طبيعي جدا لكن نسبه شكاوى مثلا 1 ولا 2% بالنسبه تبقى قليله جدا بالنسبه للعدد الضخم والعدد الكبير اللي بيخش على هذا الموقع علشان يعمل الفان اي دي ويعمل ايضا
او يبتدي يحجز تذاكر المباريات، مش المصريين فقط ولكن لكل الافارقه اللي جايين، لكل ال 24 منتخب اللي هيكونوا متواجدين وجمهورهم هيكون معاهم. وبالتالي نجاح هذه المنظومه هو نجاح رائع الحقيقه لتفكير مصري خالص للفتره القادمه. خدوا بالكم الفتره القادمه هي دي البدايات، كل حاجه بتتجرب دلوقتي في امم افريقيا، استادات على اعلى مستوى، نظام حجز التذاكر والفان اي دي على اعلى مستوى، وبالتالي ان شاء الله يتم تطبيقه مع بدايه الدوري الموسم القادم، وان شاء الله بقى نشوف في الدوري كمان الجمهور في كل الاستاد، في كل الاستادات يعني. طيب خلينا بقى نروح لاخبار المنتخبات الافريقيه. النهارده مدرب الجزائر جمال بلماضي هو له تصريحات الحقيقه مثيره للجدل، ولكن بيرشح السنغال والمغرب للقب ويصرح سنقاتل من اجل كاس الامم الافريقيه. يعني هو الحقيقه ما اتكلمش عن المنتخب الوطني ولم يرشح المنتخب المصري جمال بلماضي. من جريدة الهداف الجزائرية، أزمة جديدة في معسكر الجزائر واشتباك بين أفراد الجهاز الفني. وده الكلام اللي أنا كنت بتكلم فيه مع كابتن أسامة حسني وكابتن فتحي نصير وكابتن كابتن شريف عبد المنعم اللي كانوا معانا امبارح. قلت لهم إن جمال بلماضي يعني صغير في السن، لسه صغير، هل سيستطيع السيطرة على نجوم الجزائر اللي موجودين، نجوم بحجم رياض محرز وبقية النجوم اللي موجودين؟ معرفش الحقيقة. لكن النهاردة هو جريدة الهداف الجزائرية بتقول ان في اشتباك ما بين افراد الجهاز الفني. خما بليات نجم زيمبابوي، نجم منتخب زيمبابوي، عنده اصابة في الركبة، ومدير المنتخب بنسبة كبيرة سيلحق مواجهة الفراعنة في الافتتاح. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان خما بليات واحد من اهم وافضل اللاعبين في المنتخب الزيمبابوي، ان لم يكن افضلهم، ولعب كايزر تشيفز السابق، وكان هناك في بعض الاوقات كلام على ان هو يروح الاهلي او الزمالك. خما بليات هو الافضل في المنتخب الزيمبابوي، وبالتالي بيقولوا ان في عنده اصابه بسيطه جدا ولكن يلحق مباراه الافتتاح ضد الفراعنه. مالي ايضا بتنهي ازمتها وتستعد للمشاركه في امم افريقيا. سيشارك المنتخب المالي في كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل طبيعي بعدما واجه خطر الاستبعاد من البطولة التي تنطلق بعد أيام. موقع فرانس 24 كشف الأسبوع الماضي للاتحاد الدولي فيفا أعاد تهديد الاتحاد المالي بإيقاف نشاطه بسبب بطء اتخاذ الإجراءات من قبل اللجنة المسؤولة عن إعادة تنظيم. عندهم بعض المشاكل الإدارية في الاتحاد المالي، ولكن خلاص الموضوع ده انتهى، وأعلن الاتحاد الدولي أن الموضوع انتهى وأن مالي هتلعب في كأس الأمم الإفريقية. مدرب جنوب أفريقيا بيقول اللاعبون لم يصلوا بعد إلى أقصى قدراتهم. ده شيء طبيعي. الإنجليزي ستيوارت باكستر المدير الفني للمنتخب الجنوب أفريقي بيقول يعني أنه مش راضي تماما عن المستوى، ولكن بيقول أن البداية جيدة والأيام القادمة مع توالي المباريات هيرتفع النسق بالنسبة للاعبو جنوب أفريقيا. المغرب تسقط مجددا بثلاثية أمام زامبيا وديا استعدادا لأمم أفريقيا. النهاردة حصل حاجة غريبة جدا في هذه المباراة الحقيقة. المغرب خسرت أمام زامبيا 3-2 في المباراة اللي جمعت ما بين الفريقين. المباراة دي كانت في المغرب، انتهى الشوط الأول. منتخب زامبيا كان متقدم على المغرب 2-1، وبعد كده 2-2، وبعد كده 3-2 لمنتخب زامبيا. بعد المباراة الجمهور المغربي الحقيقة يعني عمل ايه؟ يعني انتقد لعبته وبشدة، وصلت لحد يعني حاجات كتيرة جدا حصلت في هذه المباراة. ولكن عشان نعرف تفاصيل اخرى نروح المغرب مع الناقد الرياضي المغربي الأستاذ محمد السلاغي. أستاذ محمد ازاي حضرتك؟ تحية ليك يا صديقي، مرحبا. أهلا وسهلا، يعني سعداء طبعا بوجود حضرتك معنا. والنهاردة المغرب في ودية أخرى بيهزم 3-2، كلمنا عن ردود الأفعال، والمغرب أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة مصر 2019. فعلا صديقي كما يعلم الجميع ان المنتخب المغربي اجرى المباراه الثانيه اليوم
امام منتخب زامبيا، وبالتالي المباراه الاولى كما تابع الجميع كانت هزيمه اللي كانت مفاجئه بالنسبه لانصار المنتخب المغربي وكذلك لكل متتبعي الراي العام. اليوم كذلك انتظرت الجماهير المغربيه ان تنظر الى مباراه اليوم، على ان المنتخب الوطني كما يقال انه لم يكن محظوظ في المباراه الاولى، لكن اليوم تاكد كذلك هزيمه للمره الثانيه على التوالي المنتخب الوطني المغربي. لكن اداء المباراه حتى نكون اكثر واقعيين لا يعني ليس هو مقارنه بالنتيجه، الاداء كان كما يعلم الجميع استحواذ 65% امام 35 لفريق زامبيا، وبالتالي كان هزيمه على مستوى النتيجه ولكن لم تكن هزيمه على الاداء. دائما المنتخب المغربي في جميع المسابقات تقريبا في 20 سنه الاخيره ان يفوز في المباريات الوديه وكان يخرج من الدور الاول على مستوى المباريات الرسميه. اليوم تغير، هل يستطيع المنتخب المغربي هذا في مباراتين وديتين ان يرجع لل كما نقولوا الطريق الصحيح في المباريات الرسميه؟ الشارع المغربي انقسم الان، هناك من يقول بانها مباريات وديه لا غير، وبالتالي نتمنى ان يظهر الوجه الصحيح للمنتخب المغربي في المباريات الرسميه في مصر، وهناك من يقول بان المنتخب المغربي هذا هو وجه حقيقي وهذه هي مبارياته الرسميه، وبالتالي اذا خرج من الدور الاول لن يكون مفاجاه بالنسبه للانصار المنتخب المغربي. وبالتالي الشارع المغربي اليوم انقسم الى قسمين، هناك من يؤيد طريقه لعب المنتخب المغربي وبالتالي يذهب الى مصر بنتيجه بهذه الطريقه حتى الخصوم انهم كما نقولوا ما يضربوش حساب للمنتخب المغربي حتى لا يصبح مرشح على الورق من اجل نيل لقب هذا. ولكن استاذ محمد الكل الحقيقه بيجمع، يعني ما فيش ناقد رياضي مصري مغربي تونسي جزائري من افريقيا ما بنيجي نساله عن الفرق او المنتخبات المرشحه للفوز بهذه البطوله من المنتخبات اللي دائما بيذكر اسمها المنتخب المغربي. فعلا في البدايه كان الجميع يرشح المنتخب الوطني المغربي، خاصه كما تابعنا وجه المنتخب الوطني المغربي في مباريات كاس العالم الاخيره. مظبوط، خلت جميع النقاد الرياضيين المصريين والمغاربه والجزائريين على ان المنتخب المغربي سيذهب في تنافسيه تصاعديه في مباريات كاس افريقيا، ولكن اليوم مع مباريتين وديتين تراجع المنتخب الوطني المغربي ودخل الشك حول انصار والنقاد الرياضيين المغاربه. لماذا؟ خاصة والمجموعة من لاعبي المنتخب الوطني المغربي بعد مباريات كأس العالم ذهبوا مباشرة إلى الدوريات الخليجية، وبالتالي ربطوا نتيجة المباراة اليوم أمام زامبيا بأداء اللاعبين مع أنديتهم في الخليج، وبالتالي قالوا هذا هو الأمر الواقع بالنسبة كان نفسهم أنهم يطلعوا في أوروبا يعني. لكن هناك كان نفسهم يطلعوا أوروبا أفضل يعني من الخليج. فعلا الجميع يتمنى ان يكون لديهم منتخب قوي على مستوى الانديه الاوروبيه. طبعا هذا لا ننكر ان يوجد بعض اللاعبين الشباب كما يعلم الجميع، اللاعب الظهير الايمن حاليا ولا الايسر لاعب مزراوي لاعب اياكس، وكذلك حكيمي لاعب دورتموند، كذلك مجموعه من اللاعبين سيري في الدوري الاسباني. نعم. هناك لاعبين شباب، لكن هناك لاعبين في سن كما نقولوا سن الاعتزال، يعني بعد مباريات كاس افريقيا سيعتزل تقريبا 5 أو 4 لاعبين رسميين من المنتخب الوطني المغربي. طيب. كذلك المباراه ديال اليوم كان فيها استحواذ كلي للمنتخب المغربي، لكن هناك مشكل على مستوى الجبهه الاماميه، وبالتالي المنتخب المغربي يتواصل العقب الهجومي. طيب. خاصه مع المشكل اللي وقع مؤخرا رحيل حمد الله. هل بتعتقد ان رحيل حمد الله كان له دور في اللي بيحصل؟ يعني احنا سامعين ومتابعين الحقيقه كل الاراء اللي حضراتكم بتكتبوها في معظم الصحف المغربيه والمواقع المغربيه، الناس منقسمه برضو على موضوع حمد الله ده، ولكن الاكثر ميال ان هو كان يكمل مع المنتخب الوطني المغربي. فعلا الجمهور كذلك المغربي انقسم في هذه النقطه بالذات، حمد الله هناك من يؤيد رحيله ويقول هناك تجمع على مستوى بعض العناصر المغربيه لا تقبل بالجديد خاصه لاعبي البطوله المغربيه، وهناك من يقول بان حمد الله كان المفروض انه يفرض نفسه ويفرض نفسه كمهاجم اول للمنتخب الوطني المغربي، وبالتالي حتى انا كناقد رياضي كمتتبع للشان الرياضي كصحافي رياضي تمنيت له بقاء حمد الله، وبالتالي يحمل المسؤوليه لحمد الله التي غادر تربص المنتخب الوطني المغربي، لان هناك لاعب قبله
فرض نفسه مع المنتخب الوطني المغربي اللي هو نصيري. نصيري كان كل الجماهير المغربية تطالب برحيل النصيري وربطته بالأكاديمية محمد السادس، وقال أن هناك صمصرة ما بين مدير الأكاديمية والمنتخب الوطني المغربي، لكن في آخر المطاف تبين بأنه لاعب في المستوى العالي، خاصة مع الهدف الذي سجله على المنتخب الإسباني أمام أكبر دفاعات العالم راموس، طلع يعني بطلعة وضربت الكرة بالرأس منذ ذلك الحين. والجماهير المغربية الآن تطالب بالنصيري كرأس حربة، خاصة مع تواجد بوطيب الذي يشتغل كمهاجم لفريق النادي الزمالك المصري. الجماهير المغربية تقول أن اللاعب بوطيب تراجع مستواه، وبالتالي تطالب الآن بالنصيري على مستوى الجبهة الأمامية، وتطالب الحمد لله لو أنه بقي مع المنتخب المغربي ولم يرضخ لمحاربة التي يتعرض كما يقول هو داخل المنتخب الوطني، خاصة بعد الأسماء. ولا أظن أن هناك محاربة، لأن المنتخب هو منتخب الجميع، منتخب المغربي وليس منتخب لاعب أو لاعبين. صديق، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ محمد على هذا الشرح الوافي لحالة المنتخب المغربي وما يحدث. دائما بنحاول نحط حضراتكم، لأن المنتخب المغربي خدوا بالكم من أو خدوا بال حضراتكم من المنتخبات اللي عليها العين، ان احنا نعرف اخباره، اللي بيحصل من هنا اللي بيحصل من هنا، ده مهم جدا جدا بالنسبه لكل المصريين. السنغال بتفوز على نيجيريا بهدف وديا على ملعب الاسماعيليه اللي كنا بنتكلم عنه. الاتحاد الموريتاني بيقول تكاليف معسكرات المنتخب تحملتها الدوله. منتخب كوت ديفوار يصل القاهره 20 يونيو للمشاركه في امم افريقيا، وانجولا وجنوب افريقيا بيصلان للقاهره غدا للمشاركة في أمم إفريقيا. طبعا البعثات أو بعثات المنتخبات القومية للدول الإفريقية المختلفة هتتوالى بقى في الوصول خلال الكام يوم القادمين، علشان بقى نبدأ إن شاء الله من يوم الجمعة نبتدي الجد بقى في أولى المباريات منتخبنا الوطني في مباراة الافتتاح أمام المنتخب زيمبابوي. الحقيقة قبل بس ما استقبل ضيوفنا كالعادة دايما وفقرتنا أو فقرة أخرى ثابتة بتبقى دايما معانا، هنتكلم مع حضراتكم عن النسخة رقم 18 اللي هي التي أقيمت سنة 1992، وكانت هذه النسخة مقامة في السنغال. الحقيقة نسخة حابب أن احنا نشيلها من راسنا، ولكن أنا دايما بدي لحضراتكم حاجة كويسة ونشوف أيضا حاجة مش كويسة علشان الناس تعرف بس الفرق. لما بتبقى فرحان ومبسوط وسعيد والناس كلها في ظهرك وواقفة معاك، ولما بيحصل تفكك وانقسامات في المنتخب أيامها، يعني كان في أمور كثيرة جدا جدا بتحصل في هذه النسخة. تعالوا نطلع نشوف النسخة دي، تقرير عن هذه النسخة وما حدث في نسخة النسخة 18 سنة 92 في السنغال. طبعا كان نهائي دراماتيكي الحقيقة، انتهى بركلة ترجيح 12-11 وتم تسديد 24 ركلة جزاء، وشهدت هذه البطولة أسوأ النتائج لمنتخب مصر، أسوأ النتائج. أنا جبت لحضراتكم 2006 واللي حصل فيها، وجايب لحضراتكم 1992 علشان الناس بس تبتدي تحس إن الفرحة حلوة، ولاعيبة المنتخب لما يتفرجوا على مثل هذه التقارير يعرفوا إن الفرحة حلوة، وإن 2006 مختلفة تماما على 1992. 92 حصل فيها نتائج سيئة جدا 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 الحقيقة، وكانت من أسوأ النتائج لمنتخبنا الوطني، على الرغم من الجيل ده على فكرة هو اللي لعب كاس العالم 90، ولكن خسرنا من غانا وخسرنا من زامبيا ولم نسجل أي هدف، لم نسجل أي هدف في هذه النسخة من البطولة. عموما ما نتمناش ان احنا نشوف كده، ولكن دايما انا بجيب لحضراتكم الصح والغلط. الصح 2006، الغلط 2006 و2008 و2010، ولكن عشان انا جبت لحضراتكم 2006، ولكن 2006 ده الصح، 1992 منتهى السوء والغلط. هنطلع نشوف هذا التقرير، وبعد هذا التقرير فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل ثلاثة من نجومنا الكبار، النجم الكبير كابتن عادل طعيمة، النجم الكبير كابتن ماهر همام، والنجم الكبير الكابتن محمد حشيش. هنتكلم عن مباراة منتخبنا الوطني الودية مع منتخب غينيا، وأيضا هنتكلم عن المجموعة الحديدية، المجموعة الرابعة، بعد تقرير عن النسخة 18 السنغال 92، وفاصل، وبعد كده نستقبل ضيوفنا الكبار.
النسخة 18 من كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها السنغال عام 1992 شهدت العديد من الأحداث التي لم تتكرر كثيرا. في هذه البطولة تم تغيير النظام ليصعد 12 منتخبا، وتم تقسيمهم لأربع مجموعات كل مجموعة بها ثلاثة منتخبات. النهائي بين غانا وكوت ديفوار شهد تسديد المنتخبين ل24 ركلة ترجيح بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، لتنتهي المباراة بتتويج أفيال كوت ديفوار باللقب لأول مرة في تاريخهم عقب الفوز على غانا ب11-10 ركلات ترجيح. هي المباراة الأكثر في ركلات ترجيح في تاريخ البطولة، حيث لم تشهد أي من المباريات التي لجأ فيها المتنافسون في كأس الأمم الإفريقية لركلات ترجيح إلى هذا العدد من الركلات. عقب المباراة أيضا، وهي من المرات القليلة، تم إعلان الحارس الإيفواري ألان غواميني بجائزة أفضل لاعب في البطولة لعدم دخول مرماه أي أهداف. البطولة أيضا شهدت أسوأ مشاركة للفراعنة، رغم أنها شاركت بالجيل الذهبي الذي صعد بالفراعنة لمونديال إيطاليا 90، حيث كان المنتخب الوحيد الذي لم يسجل أي أهداف من بين 12 منتخبا الذين شاركوا في هذه البطولة، حيث كان الفراعنة في المجموعة الرابعة التي ضمت معهم زامبيا وغانا التي تصدرت المجموعة برصيد 6 نقاط، من بعدها زامبيا برصيد 3 نقاط، ثم مصر من دون نقاط، ولم تحرز أيضا أهدافا في واقعة سيئة للفراعنة، حيث لم يحققوا أي فوز أو حتى تعادل ولم يحرزوا أهداف، ودعوا البطولة مبكرا عقب خسارتين أمام غانا وزامبيا. رغم أن هدف المنتخب الزامبي جاء من لمسة يد واضحة لنجمهم كالوشا بواليا. شاركت مصر في هذه البطولة بقائمة تضم أحمد شوبير، سعفان الصغير، خالد مصطفى، فوزي جمال، إبراهيم حسن، أيمن رجب، أحمد رمزي، هاني رمزي، هشام يكن، ربيع ياسين، محمد عبد العظيم عظيمة، مجدي عبد الغني، أحمد الكاس، أشرف قاسم، طارق سليمان، مجدي طلبة، إسماعيل يوسف، جمال عبد الحميد، محمد صلاح، أبو جريشة، السيد عيد، خالد عيد، وحسام حسن. وسهلا بحضراتكم مرة أخرى زي المشاهدين. زي ما قلت لحضراتكم هنشرح بقى تفصيليا مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب الغيني ومدى استفادة منتخبنا الوطني، وهنتكلم أيضا عن المجموعة الرابعة، المجموعة الحديدية، نعرف إيه اللي مين من وجهة نظر محللينا الكبار اللي موجودين معنا النهاردة سيكون هو أو المنتخبين اللي هيترشحوا من المجموعة الرابعة. خلوني أبدأ أرحب بالنجم الكبير الكابتن عادل طعيمة. ازيك كابتن عادل؟ كابتن حضرتك أهلا بيك. تمام، كل زي الفل. أيضا النجم الكبير كابتن مالا مازلة. كابتن ازيك حبيبي؟ كله تمام. طيب كل سنة وحضرتك تمام الحمد لله. أيضا النجم الكبير كابتن محمد. ازيك كابتن محمد حشيش؟ ازيك يا اسلام؟ ازيك كابتن حضرتك ايه؟ الحمد لله كله تمام الحمد لله الحمد لله. كابتن عادل، مباراة منتخبنا الوطني اليوم مع منتخب غينيا، استفادة منتخبنا الوطني من هذه المباراة من وجهة نظرك؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم. بداية النهارده التيم استفاده قويه جدا، لان التيم اللي كان بيلعبنا النهارده خاصه الشوط الاولاني تحس ان اداء شبه رسمي، كان مباراه رسميه. منتخب غينيا طبعا لان الفرقه التنزانيا كان الحقيقه الراجل بيلعب بمجموعتين، مجموعه من الشباب مع مجموعه من مبينش بتاع تنزانيا التشكيل. صح، مبينش التشكيل، وبالتالي كان الاداء كله استحواذ وبانت ثغرات في خط دفاعنا وفي ادائنا. لكن النهارده تحس ان النهارده الاداء مباراه شبه رسميه، فيها التحامات، فيها جديه، فيها هجمات متبادله، فيها فرص ضايعه. من ضمن الاستفادات اللي انا شفتها من اداء الراجل النهارده مروان صبحي، مروان محسن الحقيقه النهارده من اهم المكاسب هو وليد سليمان.
عنصرين بيقول للجمهور ان هناك بديل ناحيه اليمين اسمه وليد سليمان. لو محمد صلاح احتاج ان هو في فتره راحه ولا يبقى في وليد سليمان موجود، ادى تريزيجيه 90 دقيقه كلها علشان هو والنني بحيث ان هم ياخدوا جزء كبير من اللياقه البدنيه. يعني النهارده شاف كل ال 23 لاعب شافهم كلهم. تقريبا التشكيل هو استقر عليه تقريبا. ما حاولش بقى الشوط الثاني يعمل زي ماتش تنزانيا انه يبتدي يعمل نوع من انواع التاليف. يعني احنا بقالنا فتره مؤلف في الشوط الثاني مثلا من وجهه نظر الماتش بتاع تنزانيا راح لعب بثلاثه وخلى حجازي ويزيد ولعب بثلاثه ورا. والكلام ده التيم بتاعنا بقاله اربع سنين بيلعب 4-2-3-1. فمش هقدر اغير دلوقتي التيم كله سواء في الانديه او المنتخب مصر بيلعب بالطريقه دي. مظبوط. وكل لاعب حافظ زميله اللي جنبه. مظبوط. فاللعب في التشكيل وفي التوقيت ده انا لعبنا ماتشين بس، ماتشين وديتين فقط. وبالتالي انا داخل على بطوله والبطوله دي فيهاش هزار. زي ما انت كده شفت الاهميه اللي موجوده للشعب والناس كلها والمسؤولين مسؤوليه كبيره جدا. المباراه النهارده الشوط الثاني لما حصل نوع من انواع التغيير انا شفت ان هو دفع بمحمد صلاح في توقيت هايل. يعني التوقيت اللي هو نزله في الدقيقه 60. ست تغييرات كلها في الشوط الثاني صح؟ بس محمد صلاح بالذات نزله في توقيت يعني بيديله ثلث ساعه، حتى هو في الثلث ساعه دي لو الكاميرا تيجي عليه تحس ان هو نفسه مكروش لانه لسه ما هواش لسه بقى لسه فدي طبعا. لكن برضه من ضمن المكاسب النهارده الشناوي في اكثر من كوره بيطلع في توقيت سليم، بيبدا الهجمه سليمه. برضه من ضمن الحاجات اللي بنشكل خطوره بيدي بدائل يا كابتن. يعني عبد الله السعيد بقى فيه البديل بتاعه ورده، محمد صلاح في تريزيجيه، في وليد سليمان، مروان في احمد علي، في المحمدي، في عمر جابر، في احمد، في ايمن اشرف، في احمد فالبدائل باهر مع حجازي مع الونش مع محمود علاء. استقر هو على حجازي وعلى محمود علاء 90%. مش باهر؟ لا مش باهر. الاخيره كان باهر؟ لا لا ما اعتقدش، لان باهر حتى النهارده هو اداله الماتش كله. ومعنى ان هو اداله الماتش كله معناها ان هو مش هيبدا بيه الماتش اللي جاي لانه اداله 90 دقيقه. ده تريزيجيه النهارده برضه حاجه. لا تريزيجيه الفرق. تريزيجيه لان هو الماتش اللي فات تقريبا ما اداله حاجه وقت بسيط، يعني ما ادالوش وقت كامل. الى جانب ان تريزيجيه محتاج انه يلعب فتره طويله، والنهارده حتى تريزيجيه عشان الاجازه اللي هو واخدها. نقطه مهمه جدا يا كابتن لازم نقولها في الاستوديو هنا عشان انهي بسرعه، يعني انه اي لاعب في الدنيا لما بيوصل لنهايه بطوله بنمثلها للناس ان انت طالع جبل. طالع جبل. الجبل ده عباره عن الدوري الممتاز او بطوله اوروبا او بطوله ابطال الدوري. لما تطلع للقمه يحصل ايه بعد القمه؟ تنزل. هيبتدي هبوط. علشان كده هيبقى فيه بعض النجوم هيبقى فيه عمليه هبوط شويه، فالجمهور بتاعنا يصبر في الاول ثلاث ماتشات لان بعد كده هيبقى فيه صعود. ارتفاع في المستوى. طيب كابتن ماهر، تشكيل الكابتن عادل بيتكلم عنه، محمد الشناوي، عمر جابر، الونش، باهر، محمدي، احمد ايمن، النني، وطارق حامد، ووليد سليمان، وعبد الله السعيد، وتريزيجيه، ومن امامهم مروان محسن. من وجهه نظرك لماذا بدا بهذا التشكيل؟ يعني احنا كلنا كنا متوقعين مثلا ان هو هيبدا بالتشكيل حتى الاساسي بالظبط، او كان من المفترض ان هو يبدا من وجهه نظرنا يعني ان هو كان يبتدي بالتشكيل الاساسي لهذه اللي هيلعب بيه المباراه القادمه، ولكن فاجئنا برضو ببعض التغييرات. ولا ممكن يكون هو ده التشكيل الاساسي؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، اولا بنبارك لمصر على المباراتين، المباراه الاولى الفوز 1-0 والمباراه الثانيه 3-1. وكمان في نفس الوقت بنحيي الجهاز الفني اسلام ان هو ادار المباراتين باحترافيه بشكل جيد. يعني واضح ان الراجل مخطط ليه بيخبي شويه كابتن النهارده يعني برضو في يعني بلغه الكوره. عايز اقول لك ان ادى كل الناس حقها، يعني في شفافيه وفي عداله في التوزيع من خلال المباراتين لجميع اللاعبين. وفي نفس الوقت هو طبعا عنده تشكيله وعنده استراتيجيه هيلعب بيها في مباراه زيمبابوي، بس من خلال الطريقه والتشكيله عايز يطمن على الشغل اللي هو عمله
خلال هذه الفترة. واضح قوي ان هو المباراة الاولى استفاد من الاخطاء اللي حصل فيها، كانت مباراة متوسطة المستوى مع تنزانيا، ما حسناش ان تنزانيا يعني ند لمنتخب مصر، رجعوا نص ملعبهم وبدأوا يقفلوا، لكن احنا بالنسبة لنا كانت متوسطة المستوى، كان فيها بعض الايجابيات وبعض السلبيات اللي هو استفاد من خلالها. من خلال المباراة دي اشتغل على الاخطاء اللي حصلت، وحاول ان هو يصلح الايجابيات اللي احنا شفناها في المباراة التانية. يعني حتى هو اتكلم وقال من ضمن الايجابيات اللي انا هشتغل عليها الشغل العجول لمعظم المهاجمين، اذا كان مروان محسن او احمد علي او كوكا، وبعض الجمل التكتيكيه اللي فيها الكرسات العرضيه اللي بتسبب خطوره على دفاعات الافريقيه، او معظم الفرق الافريقيه عندها مشكله في خط ظهرها. الحاجه الثانيه كمان هو بدا يشارك النجوم اللي احنا كنا في انتظارهم زي تريزيجيه، ده له وقت كافي قوي. شفنا تريزيجيه النهارده، من ضمن الحاجات اللي بتميزنا وبتميز تريزيجيه ان في المواقف اللي فيها واحد ضد واحد النهارده اخترق بشكل كبير جدا الشوط الثاني، ولكن كان فيها عدم توفيق في حته احراز الهدف او نهايه الخدمه نهايه الهجمه بالنسبه لتريزيجيه. الحاجه الثانيه كمان اللي استفدنا منها النهارده ان الجول الاولاني يا اسلام يعني اتعمل بمهاره من النني، لمسه واحده ثم عبد الله السعيد ثم مروان محسن، وكل ده في العمق اللي احنا ما شفناهوش في مباراه تنزانيا، شفناه النهارده في مباراه غينيا. وبعدين التصويبه المفاجاه اللي عملها مروان محسن كانت جمله بصراحه، اتعملت 1 2 3 وبعدين نهاها مروان محسن بتصويبه جيده. يعني ده بياكد ان الراجل كان شغال على حاجه وضحت في مباراه غينيا. زي ما الكابتن عادل قال، قابلنا غينيا فريق قوي منظم، معظم لعبته بيلعبوا في اوروبا، التحامات كانت قويه، بروفا لقبل الافتتاح بروفا قويه. يعني احنا هنقابل الثلاث منتخبات بنفس الشكل، يعني غينيا بتمثل بتمثل يمكن مستوى بتاع زيمبابوي بتاع الكونغو اوغندا، يمكن الكونغو اكتر بالظبط، يمكن الكونغو هو الاقرب. لكن يا اسلام في مشاكل دفاعيه لازم ناخد بالنا منها. تمام. ان احنا يمكن غينيا النهارده فاجئتنا بالكرسات العرضيه اللي عملت مشكله يمكن على دفاع مصر. هم بيني وبينك برضو بتوع غينيا اجسام يعني قوي، بسم الله ما شاء الله، حاجه طويله وكل الكرات العاليه يعني بالظبط او معظمها يعني. وبعض الاخطاء الفرديه اللي احنا كمان لازم نشتغل عليها، ممكن مش عايزين نذكر اسماء، ممكن انا لو حاسس بقلق الخط جنبي اقدر اطلعها بشكل كبير جدا بشكل سهل، واخد بالك، وامنع كارثه ممكن عمر جابر تأثر بس تأثر علينا يعني بشكل جيد. لكن مباراه غينيا طمنت حتى يمكن الجهاز الفني، طمنت اللاعبين، طمنت الجمهور المصري النهارده اللي هو عايز يطمن على الافتتاح في مباراه زيمبابوي. مباراه غينيا النهارده يمكن من خلال الجانب البدني، من خلال الجانب المهاري، من خلال الجانب التكتيكي، لا واضح ان في شغل لمنتخب مصر. نتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا من خلال المباراتين دول يوصل زي ما انت قلت للتشكيله اللي هي الامثل. وانا شايف التشكيله الامثل هيكون من خلالها محمد صلاح من بدايه المباراه. يعني لو اتكلمنا على خط الهجوم، انا شايف ان مروان محسن في المقدمه النهارده. مروان يمكن بيثبت نفسه بشكل كبير جدا في ادائه، وبعدين يمكن الثلاثي اللي تحتيه في صلاح وفي عبد الله السعيد وفي تريزيجيه، وبعدين محمد النني وطارق حامد، وبعدين ناحيه اليمين هيبقى المحمدي، محمود علاء، حجازي، ايمن اشرف، وبعدين محمد الشناوي. انا شايف ان دي المجموعه اللي ان شاء الله باذن الله 400 هتبقى التشكيله اللي هنبدا بيها مباراه زيمبابوي ان شاء الله. كابتن حشيش النهارده يعني المباراه اللي فاتت الكابتن عادل قال ان احنا لعبنا 3 4 3 الشوط الثاني، يعني او يعني هو بيني وبينك برضو انت بقالك فتره صح زي ما الكابتن بيقول بتلعب 4 2 3 1، هو عمل كده. هل من الممكن ان يكون هناك تغيير في المباراه القادمه اللي هي مباراه الافتتاح، ولا عشان النهارده ما شفناش 3 4 3 طوال المباراه؟ وخلي بالك دي من المرات القليله ان هو ما بيلعبش فيها او ما بيغيرش فيها ال 3 4 3 في وسط المباراه حتى من ايام ما جه خفير اجابي. فالنهارده المباراه ما لعبش 3 4 3، هل ممكن نشوفها في الافتتاح كمفاجاه مثلا للفريق الاخر؟ ما اعرفش، ولا مفاجاه للمصري يعني مش عارف. طبعا في البدايه يعني بنبارك للمنتخب المصري على المكسب النهارده اللي عاد الثقه بعد المباراه الاولانيه بتاعت تنزانيا. كان ناس بعض الناس بعد المباراه متخوفين من الاداء. طبعا عامه الجمهور بيبصوا طبعا للنتيجه،
والنتيجة مع فرقة ضعيفة زي تنزانيا، اللي هو كان الاختيار. أنا أعتقد أن اختيار الجهاز الفني المباريات الضعيفة دي برضو ما كانش مطلوب. يعني أنا شايف الفرق التانية عاملين مباريات قوية وعدد من المباريات قبل البطولة. احنا عملنا ماتشين بس، منهم مباراة تحصيل حاصل اللي هي بتاعت تنزانيا، هو عايز بس يلاعب الناس اللي هم بعيد أو اللي عايز يجربهم. يمكن غينيا أحسن شوية، إنما برضو لا ترتقي للفرق القوية. يعني النهاردة شايفين مثلا السنغال تلعب مباراة مع نيجيريا، مباراة ودية مع نيجيريا، يعني تفهم ازاي، وقبل البطوله بحاجات بسيطه احتكاك قوي مع فرقه من المرشحين، الاثنين مرشحين. ومع ذلك التجربه النهارده كنت اتمنى من البدايه يكون التشكيل الاساسي. يعني حضرتك معايا في الموضوع؟ طبعا، لان انا يعني اولا ما فيش وقت، ثانيا ما فيش داعي ان انت تخبي الاوراق، لان كل حاجه محفوظه. الفرق دلوقتي حافظه بعضها، كل الفرق حافظين لعيب اللي في الدفاع كذا وهيلعب بكذا، وعارفين شكل منتخب مصر. فكان يدي طبعا تشكيل اساسي من البدايه، وممكن يغير واحد او اثنين اللي هو مختلف فيهم مثلا، او متشكك او لسه متردد في بعض المراكز في الشوط الثاني. انما كان لازم يبدا بالقوه الضربه كلها عشان حتى الانسجام، لان انا شايف ان يعني ينقص منتخب مصر في كثير من الاحيان. لك ان تتخيل النهارده من التحليل ان الاستحواذ مثلا كان، تخيل انه في صالح فرقه غينيا الاستحواذ، برغم ان النتيجه 3-1 للمنتخب المصري. الحاجات الايجابيه النهارده ان هو طبعا النزعه الهجوميه اللي احنا شايفينها مستر اجيري، غير طبعا العهد القديم شويه بتاع مستر كوبر، كانت مش باينه المباراه اللي فاتت بتاعه تنزانيا، برغم ان احنا كان في يعني قوه هجوميه كبيره بس كانت سلبيه، مفيش ترجمه الاهداف. النهارده كان في ترجمه للضغط الهجومي، ممكن وطبعا بان ممكن يلعب 3-4-3 يا كابتن في الافتتاح ولا ما اعتقدش؟ هيلعب برضه نفس بس السؤال التشكيل. ده لان خلي بال حضرتك هو عمل كده خلال الفتره اللي فاتت في مباريات، كان بيلعب المباريات الوديه اللي قبلها 4-2-3-1 تمام، وده المفروض او متعرف عليه، وبعدين يجي يلعب في الرسمي 3-4-3. هو ممكن هيبدا بالتشكيل بالطريقه العاديه 4-2 4-2، وممكن لو تحسبا بقى مثلا في الشوط الثاني الدنيا ممكن يبتدي يغير لو عايز قوه هجوميه زياده او ضغط هجومي. اللي انا عايز اقوله النهارده برضو ان في كلمه السر اللي قلتها الاستوديو اللي فات واللي قبله واللي قبله، هم هيبقى حاجتين طبعا، منتخب الجمهور، ثاني حاجه محمد صلاح عمل فارق غير عادي، نزل الحقيقة من ساعه ما نزل في الدقيقه 60 وهو غير الماتش تماما. حسيت بحلاوه الكوره، حسيت بالثقه بقت مع اللعيبه حتى زمايله في الملعب، تمريرات سحريه، هدف، ادى الثقه للعيبه وادى الثقه للجمهور. كان واحد كوبري عالمي يعني مش معقوله. طبعا انا هرجع اقول تاني برضو ان هو ده برضو مش التجربه اللي برضو الايجابيه 100%، لان احنا انت بتتكلم على الاثنين قلب الدفاع برضو بتوع غينيا، حاجه صعبه. يعني الراجل جامد قوي وكل حاجه بس ما عندوش شكل. فكره شكل بس. انما يعني لو شفت حتى تريزيجيه كذا كره رايح معدي سهل جدا الراجل عايز يمسكه كذا يعني. فبرضو الاهداف النهارده الثلاثه برضو يعني الهدف الاولاني بتاع مروان، تمريره سريعه من عبد الله السعيد، هدف عالمي لمروان، بس الراجل متساب خالص، يعني هرب من الرقابه سهل قوي من الراجل مساك. كذلك مش هنشوف كده في الرسمي يعني طبعا. النهارده في بعض الدلع في التهاون، برغم ان كان في جديه في الكور المشتركه، ودي كانت برضو من الحاجات الايجابيه عشان تحس برضو باحساس الماتشات الرسمي. النهارده بالذات في الشوط الاولاني كان في ضغط جامد وخصوصا على وليد سليمان، ده برضو ادى نوع من انواع الايجابيه ان انت بتلعب ماتش شبه رسمي. اللي انا عايز اقوله بقى ان في بعض الاخطاء الفرديه اللي بانت، يعني احنا عندنا مشكله كابتن عادل كابتن ماهر في نص الملعب، الكور اللي بتتباصى من المساكين في نص الملعب او من الديفندر في نص الملعب غلط، تحول علينا هجمه خطره مع الفرق اللي عندها لعيبه على مستوى عالي محترفين، الكور دي ممكن تبقى اهداف بالذات الاختراقات. وشفنا برضو الكوره كذا كوره من القلب من بين الباكات مع المساكين، برضو عملت كذا كوره خطيره، ان انت برضو بتلعب بطريقه انت مطير الاثنين الباكات، فانت عندك برضو في خلل شويه. في حاجه برضو من الحاجات الايجابيه اللي عايز اذكرها، انا معجب قوي بدونجا. برافو عليك يا كابتن.
اما نزل يعني انا شايفه. كنت عايز اسال الكابتن عادل في السؤال. اتفضل كابتن عادل. كابتن عادل، دونجا مباراه تنزانيا ومباراه النهارده غينيا عمل مباراه جيده جدا جدا، واحد من اميز اللاعبين اللي موجودين، وفي الدوري المصري الحقيقه مع بيراميدز بيؤدي بشكل رائع، ومن الناس اللي كلنا سقفنا لما قلنا ان هو راح منتخب مصر. هل تفتكر ان هو ممكن يدفع بيه في هذه المباراه ولا لا؟ المباراه القادمه يعني مش النهارده، المباراه القادمه لا الافتتاح. لا هو هيبقى بديل، هيبقى بديل جيد لان هو بالنسبه لطارق هو بالنسبه له منتهي يعني بالعيش، برغم انه مش في حالته يا كابتن عادل. مش طارق حالته، انا شايف من طارق مش في حالته لسه. وفي مس باص كتير قوي. كابتن عادل قال لك كلمه كويسه جدا وانا كنت هقولها برضو في موضوع وليد سليمان، يعني وليد سليمان تنزانيا غير وليد سليمان غينيا طبعا. الارتفاع في المستوى، يعني انت بقى تخيل الماتش الاول في البطوله وبعد كده الماتش الثاني الثالث دوري المجموعات وبعد كده فهيرتفع ان شاء الله النسق. ميزه نبيل عماد هو نبيل عماد دونجا انه اولا بيلعب الكره السهله، عارف واجباته ايه، انه يقطع ويسلم صح. بيجيد التمرير، بيلعب تحت ضغط مظبوط، ما بيتفلسفش صح. بيلعب السهل، عارف ان هو لما بيستلم مين اقرب واحد صانع لعب، واكيد التوجيهات بتبقى جايه من المدير الفني، انا لما هستلم مين اللي فاضي؟ عبد الله السعيد. يبقى عبد الله السعيد زي ما النهارده النني عمل الباصه من زي ما قال الكابتن ماهر كده والكابتن حشيش، ان الكره من النني لعبد الله السعيد لمروان، وهو طبعا في ناس كتير ما خدتش بالها، الفيرود بس اللي هو ياخد باله منها، وهي بتتلعب له من عبد الله السعيد، مروان عمل ايه؟ بس طرف عين، ما تبانش قبل ما تجيله وهي جايه له، يعني وهي جايه له وهو رايح شوف جون بتادي طرف عينه، خدت عشر من الثانيه لمحه الرمش العيني وراح طبعا مسدد. دونجا من النوع مجهوده وافر، بيجيد التسديد، بيلعب السهل، لا مفيش فلسفه خالص. بس حضرتك مش عارف، مش شايف ان هو صعب يبقى موجود؟ لا 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 اساسي يعني. لا لا هو طبعا عنصر الخبره هيبقى مهم جدا للمدير الفني، انه لازم هيبقى مش هيلعب في تشكيل خالص، هيبقى النني وطارق، وهيبقى عامل لهم نوع من انواع التحفيز والمنافسه الشديده قوي، اللي منكو هيلعب بديله وهيتفلسف اهو في الراجل ده انا محتفظ بيه على الدكه، لان البدلاء يا كابتن لن يخرجوا عن ورده، باهر، دونجا، وليد سليمان، الاربعه خمسه مع 11 مع احمد علي، برافو عليك، انا كاتبهم يعني هنا الخمسه دول هيبقوا مع ال11 ال16 هو اللي هيلعب بيهم طول البطوله كلها يعني مش هيخرج بره المجموعه ديت. النهارده اللي عجبني قوي قوي قوي، انا كنت يعني قاعد بتفرج 45 دقيقه، الراجل بيعمل كل حاجه في الكوره بنسبه 10 من 10، مروان بيرجع يدافع على الرغم ان هو فيرود واحد، بيرجع اي هجمه بتروح بتبص تلاقيه بينزل في وسط الملعب ويقطع ويلتحم ويزحلق، وبعدين في نفس الوقت بيعمل تحركات، بيعمل حائط يعني حائط صد للي جاي، بيروح على المرمى بدماغه، بيشوط برجليه الاثنين، جاب جول رائع، وعمل واحده بالشمال ركنها بالشمال، بيعمل كل حاجه، بيفضي لزمايله المساحه لما تريزيجيه بيدخل صحيح. لما لو استنى عليه شويه لما محمد صلاح كان هيبقى يدخل ومروان موجود كنت هتلاقي جمل رائعه كانت بتتعمل قبل كده. مروان النهارده بيقول لمنتخب مصر وجمهور مصر والجمهور النادي الاهلي في فيرود مش موجود زيه في البطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. انا عايز اعلق على دي بس قبل ما الكابتن ماهر يتكلم. كان في مقارنات خلال الفتره اللي فاتت بين كوكا واحمد علي ومروان. النهارده تاكيد لكلام الكابتن عادل، مروان عمل كل حاجه في المركز وجاب ده. جون كمان. وجاب جون في المركز ده. وبعدين والله يا كابتن لو ما جابش حتى بالظبط لا بس انا اقصد عمل كل حاجه تحركات ربنا كافئ واهم حاجه جابها. اللي انا عايز اقوله ان الـ كمان الفرق بان يا كابتن عادل، هنقول لان انا في راي احمد كوكا يعني بعيد شويه انما احمد علي اللي هو كان اقرب بان الفرق فيه تاثير الجمهور، لان مروان ما ننكرش ان هو برضو عليه الفتره اللي فاتت ضغط جماهيري كبير، وكان في بعض الكلام على السوشيال ميديا وكده. ده الفرق بين ان لاعب النادي الاهلي اللي لعب افريقيا وبيلعب قدام ناس وضغط جماهيري في كل حته وكاس عالم، وبين احمد علي، مع احترامي احمد علي كان بيلعب قبل كده منتخب مصر، انما برضه بيلعب في الظل بقاله فتره.
مفيش ضغط جماهيري في الدوري المصري، مفيش ضغط جماهيري. فالنهارده بان، النهارده تحس ان مروان حتى بعد الهدف اللي راح احرزه بص للسماء، ويعني انت فاهم، لان كان في ضغط عليه خلال الفتره اللي فاتت. اثبت النهارده زي ما الكابتن عادل بيقول ان هو نمره واحد في منتخب مصر. تمام كابتن ماهر، طب احنا عملنا ايه؟ يعني لما تيجي تبص للتشكيل بتاع منتخبنا الوطني من وجهه نظركم، يعني من وجهه نظر اكتر الناس، الشناوي، محمدي، حجازي، محمود علاء، ايمن اشرف، طارق حامد، النني، صلاح، وعبد الله السعيد، وتريزيجيه، ومروان محسن. يعني اعتقد الاختلاف الوحيد هيبقى في المحمدي كان احمد فتحي. انا وجهه نظري انه هيلعب بباهر المحمدي. انا معاك ان هو هيلعب بباهر المحمدي جنب احمد حجازي حتى بعد ماتش النهارده. بالظبط، انا بقول كده. لكن اوكي، يعني ايه الاختلاف، ايه اللي حصل من وجهه نظرك؟ طبعا ابدا، هو الاختلاف احنا كنا نتمنى احمد فتحي يبقى موجود طبعا في المجموعه دي، مش قصدي بالاسماء ولكن انت يعني انت كمحلل فني لما تسمع الاسماء دي زمان، او لما تسمع الاسماء دي او التشكيل اللي كان بيلعب في ايام كوبر، طب ما هو تشكيل تقريبا. ما هو عايز اقول لك حاجه يا اسلام، صعب جدا في المنتخبات بالذات انك انت تلعب في التشكيل، يعني تلعب في الافراد ويبقى في تغييرات يعني تزيد عن عدد، واخبالك ياثر على شكل واداء الفريق. فانت النهارده هو مستلم مجموعه من كوبر محقق بطولتين على اعلى مستوى، وصولهم لنهائي افريقيا ثم وصولهم لكاس العالم. اللعيبه دي عندها خبرات افريقيه وعندها خبرات عالميه. لما مستر اجيري جه اكيد طبعا شاف قوام المنتخب خلال البطولتين دول، قدر بقى هو كمان يحط طريقه اللعب، يحط فكره ويحط القماشه اللي هيشتغل من خلالها. يمكن الاختلاف ان هو التثبيت موجود، يعني العناصر احنا اتكلمنا عليها دي بتعتبر القوام الاساسي في منتخب مصر. عايز اقول لك يا اسلام انك انت صعب جدا تلعب في القاعده، يعني لما عندك قاعده بعمود فقري واخد بالك في تكوين الفريق، صعب جدا انك انت تبدا يعني تغير من خلالها. فانت النهارده مدي لك لعيبه قاعده موجوده من محمد الشناوي، المحمدي، حجازي، ايمن اشرف، يمكن التغيير في محمود علاء، يعني يمكن كان قبل كده جبر كان موجود في المكان ده. انا شايف ان محمود علاء في الفتره اللي فاتت دي اخذ ثقه بشكل كبير جدا مع نادي الزمالك، لازم يكون موجود بصراحه يعني، وهو يمكن اقرب من باهر المحمدي لانه اشتغل افريقيا واشتغل عربيا واشتغل دوري عام واشتغل كاس مصر. فانا شايف ان محمود علاء حتى ثقته وهو هداف، راجل مدافع قلب دفاع وهو هداف الدوري العام، فانا شايف ان مستر اجيري كان عنده يعني الرؤيه الثاقبه ان هو يبدا بمحمود علاء. محمد النني وطارق حامد بالنسبه لنا قوه ضاربه في نص الملعب، مظبوط، من ناحيه التغطيه والميلان، من ناحيه قطع الكوره، من ناحيه الانقضاض، من ناحيه الالتحام، من ناحيه التسليم والتسلم. فانا شايف ان هم برضك خبرات بشكل كبير جدا عاملين تقل لنص ملعب منتخب مصر. محمد صلاح ووليد سليمان وعبد الله السعيد وتريزيجيه دول قوه ضاربه اسلام وخبرات لا غنى عنها. يعني لما ابدا ادي الخبرات ديت من بدايه المباراه، لان الخبرات ديت زي ما قلت لك بتاثر بشكل كبير جدا من ناحيه ثقه الفريق، من ثقه الجمهور فيهم حتى في ادائهم الفني بشكل جيد. مروان زي ما احنا اتكلمنا واجمعنا وقلنا ان مروان السنه دي يعني بصراحه بيثبت نفسه بشكل كبير جدا في منتخب مصر، وعوده حميده بالنسبه له اكتر من كوكا واكتر من احمد علي. ثبات التشكيل مهم جدا، كابتن عادل راجل مدربنا واكثر خبره مننا، ثبات التشكيل بيريح المدير الفني، بيدي لك الشكل والاداء اللي احنا شفناه النهارده في مباراه غينيا. فترات كتيره جدا تحس ان خطوط قريبه من بعض، تحس ان في تجانس بين التلات خطوط، تحس ان في جمله بتتعمل من العمق، تحس ان في جمله بتتعمل من الاطراف. حتى الكور الثابته اللي بيشارك فيها عبد الله السعيد بيشارك فيها وليد برضك من ضمن الحاجات اللي اشتغل عليها مستر اجيري. صعب انه يقدر يلعب زي ما كابتن عادل قال، صعب انه يقدر يلعب في الفرقه، مع احترام الدونجا ولد مجتهد شفناه السنه دي، عنده شخصيه، عنده ثقه، لكن بدايته من بدايه الدوره انا شايف هيبقى فيها شيء من الصعوبه، لكن البديل هيبقى جاهز ان شاء الله لاي ظروف. نتمنى ما نتمناش ان اي ظروف تبقى صعبه لبعض العناصر اللي تخش
منها البدلاء البديل اسلام، انا في رايي مش هيبقى زي اللي موجود في الملعب. يعني قريب منه لكن اللي موجود في الملعب عنده خبرات كثيره جدا وعنده ثقه بشكل كبير، فانا شايف ان البديل يعني في احتياج ان شاء الله ممكن يقدر يخش ويكمل المشوار. تمام كابتن حشيش، من وجهه نظرك هل الفكره في التطبيق، يعني الاسماء معظمها واحده واحده، لكن هل من وجهه نظرك الفكره في التطبيق مثلا؟ هو الفكر مختلف، يعني الفكر مستر اجيري يختلف تماما عن مستر كوبر. الاسماء هي هي كابتن عادل، بس احنا شايفين ان ايام مستر كوبر كانت الفرقه تحس ان هي متكتفه شويه في الناحيه الدفاعيه، يعني بيقفل كويس قوي وبيلعب برضه على عنصر واحد اللي هو محمد صلاح في المساحات الفاضيه واستغل السرعات. احنا النهارده الشكل مختلف تماما، انت النهارده طالق الباكين، احنا شايفين ماتش تنزانيا الجون اللي جه اوفر من الباك الشمال احمد ايمن منصور واحمد المحمدي جون من الناحيه الثانيه، يعني الاثنين واصلين في وقت واحد، مش مثلا واحد حتى واقف والتاني بيكمل. شايفين النهارده عمر جابر في ناحيه اليمين طالع وبياخد الباص بتاع صلاح وبيحرز هدف، فده دليل على ان في تحرر من الحته الدفاعيه شويه. احنا حتى ايام مستر كوبر كنا بنشوف الاثنين الديفندرات واقفين، يعني طارق حامد ده كان قدام المساكين وقدامه النني كان بيطلع على استحياء. دلوقتي شايفين الشوط الاولاني النهارده طارق حامد بيكمل الناحيه الهجوميه برغم ان هو ما عندوش يعني من المهارات او القدرات ان هو يكمل في الحته دي. عشان كده انا يعني برجع اقول برضو واختلف مع الكابتن ماهر في حته عماد دونجا، ان انا في رايي من المستويات اللي انا شايفها ان اتحط وتحط واحد من اثنين، يا طارق حامد معاه يا اما النني. حاجه صعبه مع دونجا وجهه نظر انا بقى. ما هو يعني النني ودونجا ليه؟ لان دونجا لازم طارق حامد ممكن يبقى انا في رايي بغض النظر عن الاسماء يبقى دونجا وطارق حامد، بس طارق حامد واقف تماما ودونجا اللي بيتحرك، لان دونجا انا شفته الماتش اللي فات لما بيلعب مع عبد الله السعيد بيلاقي في حركه وفي استحواذ، كذلك عنده حته التصويب اللي انت هتلاقي فيه ماتشات معينه مش هتقدر توصل زي النهارده كده لغايه الاخر والجون يترقص ويتلم ومش هتلاقي الكلام ده كابتن عادل، فهيبقى سلاح مهم جدا جدا هو التصويب، وهو بيوجد التصويب. نقطه اخيره بتاعت تريزيجيه، تريزيجيه عنده مهارات عاليه جدا، هيبقى مفتاح لعب كبير قوي مع صلاح، لان الضغط الدفاعي طبعا هيبقى من معظم الفرق هيبقى ناحيه صلاح، فبالتالي هيخلق مساحات لتريزيجيه، بس لازم يهتم بانهاء الهجمه. تمام، يعني نتمنى يا رب كل التوفيق لمنتخبنا الوطني، داخلين على بطوله صعبه لسه عندنا 3 ايام هنتكلم فيهم اكتر عن منتخبنا الوطني تفصيليا، اكتر من كده تفصيليا مش عارف هنقول ايه، لكن ماشي هنقول هنفصل اكتر واكتر خلال الفتره القادمه. خلينا بقى نروح للمنتخبات الاربعه اللي هنتكلم عنهم النهارده، حقيقه مجموعه قويه جدا، المجموعه الرابعه واحده من المجموعات الثقيله جدا جدا، اسماء منتخبات كبيره جدا سواء المنتخب المغربي، منتخب ساحل العاج او منتخب جنوب افريقيا واخرهم المنتخب الناميبي. لكن خلينا نبدا بمنتخب المغرب، مشاكل كثيره جدا بنسمعها النهارده، هزيمه من المنتخب الزامبي وبالتالي فجرت المشاكل اكتر جوه المنتخب المغربي. خلينا نطلع نشوف تقرير الاول عن المنتخب المغربي ونرجع بقى نتكلم عنه تفصيلا شويه. يعتبر منتخب المغرب من أفضل المنتخبات الإفريقية في الوقت الحالي بعد أن احتل المركز العاشر في تصنيف الفيفا. يتمتع أسود الأطلس بالقوة والشراسة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار. شارك المنتخب المغربي 17 مرة في مرحلة نهائيات كأس الأمم الإفريقية، لكن لم يتوج باللقب إلا في نسخة واحدة عام 1976. وصل إلى النهائي في نسخة 2004 واحتل المركز الثالث في بطولة 80 والمركز الرابع في نسختي 86 و88. يمتلك المنتخب المغربي مجموعة من اللاعبين المحترفين في الملاعب الأوروبية والعربية
على رأسهم الثلاثي مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس الإيطالي، ونبيل ديرار لاعب موناكو الفرنسي، وفنار باشتا التركي، وحكيم زياش لاعب أياكس أمستردام الهولندي، وخالد بوطيب مهاجم الزمالك. تأهل أسود الأطلس لنهائيات أمم إفريقيا 2019 بعدما استطاعوا أن يحتلوا قمة مجموعتهم برصيد 11 نقطة، متفوقين على منتخب الكاميرون بهدفين صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، حيث حقق منتخب المغرب 3 انتصارات وتعادل في مبارتين وخسر مباراة واحدة. استطاع أسود الأطلس أن يسجلوا 8 أهداف بينما تقبلت شباكهم 3 أهداف. ترى الجماهير المغربية أن الفرصة أصبحت مواتية أمام منتخب أسود الأطلس للتتويج بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه، حيث تضع آمالا عريضة على الفرنسي هيرفي رينار مدرب الفريق الذي يمتلك خبرة كبيرة في الملاعب الإفريقية، لا سيما بعدما قاد منتخب زامبيا وكوديفوار للفوز بالبطولة أعوام 2012 و2015 على الترتيب. ورغم كل تلك الأحلام والطموحات إلا أن معسكر المنتخب المغربي استعد للبطولة وشهد بعض المشاكل التي يسعى رينار لعلاجها، من أهمها استبعاد مهاجمه عبد الرزاق حمد الله هداف الدوري السعودي في الموسم المنصرم من القائمة النهائية للفريق المشارك في المسابقة، وذلك بداعي الإصابة، في حين أكدت بعض وسائل الإعلام المغربية عدم إصابة اللاعب وأنه غادر المنتخب على خلفية خلافه مع بعض اللاعبين بصفوف أسود الأطلس. أسود الأطلسي، مشاكل في أسود الأطلسي، هل هيبقى المشاكل دي هتؤثر بشكل سلبي على المنتخب؟ قيمة السوقية طبعا 158 وشوية مليون يورو، تصنيف الفيفا تصنيف رائع وجيد جدا للمنتخب المغربي المركز 47، المدرب طبعا زي ما حضراتكم عارفين هيرفي رينارد، مشواره لعب 61 أو لعب 6 مباريات في التصفيات وفاز في 3 تعادل في 2 هزم في 1 له 8 عليه 3 أهداف. كابتن عادل، مشاكل كثيرة جدا بنسمعها عن المنتخب المغربي بعد استبعاده حمد الله، وهناك معسكرين جوه المنتخب المغربي، معسكر الكبار ومعسكر الصغار، وتناوش ما بين المعسكرين. هل تفتكر كل اللي احنا بنسمعه ده اكيد ما فيش نار من غير دخان؟ ايوه، او في صح زي ما بقولها صح، دخان من غير نار، دخان من غير نار، العكس، مفيش دخان من غير نار. لكن لو في كل ده، هل من المحتمل ان ينافس المغرب على كأس الأمم الأفريقية؟ خلينا في الماتشات الرسميه، الراجل ناهي كويس قوي في كاس عالم. يعني حضرتك مش هتتكلم بقى عن سيبك بقى المعسكر ده. بقى المعسكر ده هو عمل ايه؟ تعمد ان يلعب من الماتشين الوديين في درجه حراره عاليه جدا وفي مراكش والساعه 3، يعني بيلعب ايه في جو ايه غير طبيعي زي مصر، يعني ما راحش بقى الرباط ولا بتاع، لا في مراكش ودرجه حراره عاليه جدا، وعنده طبعا ذخيره من النجوم الجامدين جدا. في لنا احنا ثقافه كده شويه، يعني الثقافه بتاعتنا كعرب، يعني انا بقى شايف ان انا احسن منك وانت شايف ان انت احسن مني فبتعالى عليك، والحاجات دي مع الجماعه الجهاز الفني بقياده الراجل ده كنت برشحه من زمان لمنتخب مصر، وقبل منتخب مصر كنت برشحه للنادي الاهلي، شخصيه قويه تعرف يعني ايه التزام، يعرف يعني ايه يروض النجوم، اذا كان بيستبعد لاعب بيستبعده الجانب، والا الحلقات اللي موجوده في الفرقه كلها هتفك، فاذا كان هيستبعده لجانب اخلاقي او لنوع من انواع الاستفزاز لزمايله، فيبقى انا بحييه على الخطوه ديت، ولازم نقف مع المدير الفني لان هو في الاول وفي الاخر هو اللي هيحاسب. انا شفت الماتش الاولاني الحقيقه كانوا عاملين جيم عالي جدا، وخطا جه جول في البدايه، وكان تيم المغرب الحقيقه كان بيلعب اداء اقل من المتوسط، في نوع من انواع عدم الجديه، بيلعب هو بتشكيلين، معظم النجوم كان معادهم كبدلاء، ابتدى الشوط الثاني يدفع ببعض العناصر منهم، لكن في كل الحالات المستوى بتاع معظم اللاعبين ما كانش
ما كانش جيد. الماتش بتاع النهارده احنا طبعا ما لحقناش نشوفه، لكن التقارير كلها جايه بتقول ان المغرب لعبت مباراه عاليه جدا قويه جدا. ويمكن انت احد الصحفيين اللي دخلته قال لك ان فعلا النتيجه لا تعبر عن سير المباراه، لكن في النهايه الجمهور هاجم اللاعبين. ما ده برضو حاجه مش منطقيه ان انا هاجم فرقتي قبل ما تسافر الماتشات الوديه. يعني كل الفرق تقريبا، نيجيريا بتتعادى على ملعبها بتتغلب النهارده من السنغال. هل نيجيريا خلاص انتهت؟ ما انتهتش، لكن زي ما انا قلت لحضرتك وبقول للكباتن، بعد ما بتطلع الجبل لازم هيبقى فيه هبوط. كل الفرق مخلصه في شهر 5 او في شهر 6 طلعت للقمه، سواء دوري اوروبي سواء دوري عام سواء في السعوديه سواء في مصر، لازم يبقى فيه سنه هبوط. في الماتشات الاولانيه مش هنلاقي مستوى عالي، الماتشات الاولانيه الماتشات التصفيات اللي هي دور ال 32 هتلاقي المستويات متذبذبه. وان كنت ممكن تلاقي كابتن اسلام هتلاقي مفاجآت، لان هتلاقي فيه فرقه مليانه نجوم وفريق ما فيهوش نجوم بس فيه تصميم على النجاح وتصميم على الاداء. احنا شفنا ماتش الود اللي لعبته المغرب، حاجه الناس كانت بتلعب كانها بتلعب يعني ماتش كاس عالم، بيلعبوا المغرب بمنتهى القوه وعلى الرغم ان كان ماتش ودي. ضرب الجزاء وبتضيع وكانها بقول لك بيلعبوا على يعني بطوله رسميه نهائيه. الاتيام اللي احنا ممكن ما نكونش واخدين بالنا منها دي وفيها عناصر كلها محليه، هتلاقي ممكن جدا في الادوار دي هتلاقي فيه شراسه، تامين دفاعي قوي جدا، العب على المرتده زي ما كان كوبر. وانت سال السؤال اللي انت سالته للكباتن، كوبر ما كانش بيلعب الا على المرتده، دافع بكل الناس، ومحمد صلاح تلعب له طويله وانتهينا. الراجل ده في فرق شويه، عنده فكر. لا الراجل ده بيهاجم كويس قوي، بيدافع كويس. اجيري يعني اجيري بيهاجم كويس قوي، بتلاقي في جوه 18 بتلاقي 5 6 فنلات حمر والاطراف وفي وسط الملعب. برضه النهارده عجبني جدا في الدفاع ان هو بيعمل دفاع متقدم وبيقفل مساحات، يعني دفاع جماعي مش فردي. فدي برضه من الحاجات اللي الراجل المدرب انا شايف انه المجموعه بتاعته مجموعه قويه، لكن الماتشات الوديه لن تعبر الا عن في الماتشات الرسميه هيبقى ليها وضع تاني مختلف. تمام كابتن ماهر، 4-2-3-1 هي الطريقه المعتاده، ولكن الفرق في التطبيق، مين بيطبق ازاي؟ ممكن يطبق بشكل دفاعي، ممكن يطبق بشكل هجومي. هيرفي رينارد زي ما كابتن عادل بيقول ان هو واحد من افضل المديرين الفنيين اللي موجودين، وده بيعتمد على يعني ما تتكلمش على واحد لعيب، تتكلم على منتخب المغرب. هل سيلاقي صعوبه خلال الثلاث او الاربع مباريات الاولى او الثلاث مباريات الاولى تحديدا منتخب المغرب، ولا شايف ان المجموعه اللي موجوده دي على الرغم من الكلام اللي عمالين نسمعه من هنا ومن هنا ومن المغرب نفسها بتنطور هذا الكلام، هل من الممكن ان احنا نشوف منتخب المغرب خارج الامم الافريقيه؟ بص يا اسلام، هو طبعا منتخب المغرب من المنتخبات اللي مترشحه. بالظبط كل الناس يعني مترشحين، وشمال افريقيا بالذات، يعني المغرب والجزائر وتونس ويمكن السنغال ومصر، دول يمكن كل المحللين وكل النقاد يعني بيتوقعوا ان الخمس فرق دول ان شاء الله باذن الله، ومنهم مصر طبعا تكون على قمه النهائي باذن الله. لكن عايز اقول لك ان الراجل ده يعني راجل محترف وراجل ليه شخصيه قويه جدا، واشتغل مع منتخبات في افريقيا بشكل كبير. نعم. فده بيديله الباور ان هو بيقدر يتعامل مع المنتخبات اللي هو بيشتغل فيها بشكل جيد. شخصيته شخصيه قويه. هو طبعا بيشتغل مع نجوم، يعني احنا لو شفنا 23 لعيب او 22 لعيب اللي موجودين عليهم المغرب، هنلاقي الدوري الاسباني وهنلاقي الدوري ده كل حاجه بالظبط. حاجه تفرح يعني. وهو كمان بشخصيته قويه، صغر سنه يمكن 50 سنه، لكن شخصيته قويه. هو الصف اللي معاه بيعرف يتعامل مع هؤلاء النجوم. ليه يا اسلام بيعرف يتعامل مع هؤلاء النجوم؟ لان هو حاطط تملي ايده على الجديد من خلال الطرق اللعب، من خلال الجوانب الفنيه، من خلال الجوانب النفسيه. فهو عنده من الخبرات وعنده من الشخصيه اللي يقدر يفرض شخصيته على هؤلاء اللاعبين المغاربه. النقطه الثانيه، يعني المغرب من الفرق اللي تقدر تقول ايه، اول ما تشوفها كده بتلعب اسلام تقول ايه دي فرقه المغرب، ليها شكل وليها طابع وليها اداء، واخد بالك، وليها سيستم.
وبتعرف بتدافع ازاي بشكل منظم. وبعدين لما بتبدا تنقل للهجوم بيقربوا خطوط الثلاثه من بعض. التسليم والتسلم بالنسبه لهم الكوره الحديثه اللي هم شغالين من خلالها في انديتهم بيقدروا ينفذوها مع منتخباتهم بشكل جيد. النقطه الثانيه هم كمان خد بالك المغاربه زي حالتنا يعني بيحبوا بلدهم قوي وسخنين وفي البطولات ديت بالذات بيبان معدنهم بشكل جيد. شعارهم وعلمهم وبلدهم بتبقى مسؤوليه كبيره على اللعيبه المحترفين. واحنا شوف المحاكات اللي في البطولات الافريقيه اللي قبل كده يمكن البطوله الافريقيه الماضيه كانت واضحه قوي اسلوب واداء المغرب في هذه البطوله. تمام كابتن حشيش، ست لاعبين يعني انا بسال الاستاذ محمد الناقد الرياضي المغربي عن اللاعبين المغاربه اللي بيلعبوا في منتخب المغرب، قال لي ان ستة او سبع لاعبين بيلعبوا في الدوري في الخليج وخالد بطوطي بيلعب في الزمالك، وبالتالي ست سبع لاعبين بيلعبوا في انديه غير اوروبيه. تمام. مأثر بشكل سلبي هو قال كده. تفتكر ان ده صح ولا لا؟ الدوري انا شايف ان الدوري السعودي دوري قوي، الدوري المصري حتى دوري قوي، والدوري مهدي بن عطيه بيلعب في الدحيل القطري يعني. انا عايز اقول لا ما اعتقدش اصلا، لان ممكن اللعيبه المحترفه في اوروبا دي ما تكونش بتلعب باستمرار. فانا عندي لو لعيب بيلعب في دوري خليجي مثلا زي الدوري السعودي الدوري الاماراتي وبيلعب باستمرار في استمراريه عنده ممكن يبقى افضل من لعيب محترف في دوري اوروبا وما بيلعبش بصفه اساسيه بيقعد على طول على الدكه. فدي ما يعني ما اعتقدش انها تاثر. اعتقد ان فرقه المغرب من الفرق المحترمه طبعا المرشحه، هي 47 التصنيف العالمي والرابع على افريقيا من الدول المرشحه. برضو هيبقى برضو العنصر عنصر الجماهير، لان انا برضو من حديثي مع الناس في المنظمين وكده مباريات المغرب برضو ابتدت من المباريات اللي التذاكر بتاعتها خلصت. لا مش في المغرب، في الجزائر كمان. الجزائر والمغرب وتونس، تخيل ان الجزائر والمغرب وتونس ودي برضو من قربت تخلص يعني. ودي من الحاجات الكويسه برضو في ان ميعاد الامم الافريقيه بقى صيف، الناس جايه تصيف يعني، فناس هتستغل بدل ما كانت بتسافر في اجازات في حتت هتسافر هتيجي على مصر. مصلحه طبعا لمصر بلدنا، وفي نفس طبعاً الوقت هتبقى مصلحه طبعا للفرق بتاعتها وهيبقوا سبورت للفرق. اللي عايز اقوله عن هيرفي لينارد ان هو مدرب طبعا عنده خبرات كبيره، درب منتخب ساحل العاج قبل كده، عنده خبرات كل ما بيمسك منتخب بيمسك معاه بياخد معاه البطوله فعنده خبرات افريقيه وفي البطوله دي بالتحديد قويه. يمكن كمان منتخب المغرب هيساعده عن المنتخبات الافريقيه ان في عنده دايما المنتخبات العربيه يبقى في توازن في الناحيه الدفاعيه مع الناحيه الهجوميه. انت عارف الافارقه برضو عندهم خلل برضو في الدفاع، ما عندهمش اتزان دفاعي، ده ممكن برضو يدي للمدرب بتاعهم قوه ان يبقى الفريق متماسك سواء دفاعيا او هجوميا. انا اعتقد ان المغرب من الفرق المرشحه طبعا بغض النظر عن المباريات اللي عملها، مثلا عنده المباراه الاولانيه اللي خسر فيها طبعا نتيجه الماتش لا تعبر عن الموضوع. النهارده الاستحواذ بتاعه افضل بالظبط، النهارده برضو بيلعب مع زامبيا، اعتقد ان هو استعد كويس، عمل كم من المباريات الوديه كويس. اعتقد ان هو ولو انه في مجموعه اللي هي بنعتبرها احنا مجموعه اقوى مجموعه اللي هي المجموعه الرابعه فعلا، مع ساحل العاج ومع جنوب افريقيا وناميبيا. طبعا ناميبيا هنتكلم عليها بعد كده اللي مظلومه طبعا القرعه ظلمتها شويه، ربنا يكون في عونهم الصراحه. بما اننا بنتكلم على هذه المجموعه او المنتخب الاخر ايضا المنتخب القوي جدا الحقيقه منتخب ساحل العاج، خلينا نطلع نشوف تقرير عن منتخب ساحل العاج نرجع نتكلم عنه بقى تفصيليا شويه. يخوض منتخب كوت ديفوار فعاليات بطولة إفريقيا بشكل جديد في ظل ابتعاد أو اعتزال العديد من النجوم الذين صالوا وجالوا في صفوف الفريق على مدار سنوات في العقدين الأخيرين والذين اشتهروا بجيل دروبا.
رغم تخلص الفريق من كمين التوقعات والتكهنات الذي سقط فيه مرارا قبل خروج المارد الإيفواري من عنق الزجاجة وانتزاع اللقب الإفريقي الثاني له في نسخة 2015. سيكون لافيال على موعد مع تحدي جديد، حيث يسعى الجيل الحالي إلى إثبات جدارته في هذا الاختبار من دون النجوم العمالقة والذين حملوا على عاتقهم طموحات الجماهير في النسخ الماضية مثل دروبا، سالامون كالو، ويايا توري، وديدي زوكورا. ورغم أن عددا من هؤلاء النجوم غابوا عن صفوف كوت ديفوار في النسخة الماضية، لكن هذه المرة تشهد غيابا أكبر لنجوم الأفيال. يمتلك الجيل الحالي للمنتخب الإيفواري الإمكانات التي تساعده على المنافسة بقوة على إحراز اللقب الإفريقي الثالث، لما يمتلكه لاعبوه من مستويات عالية سواء من ناحية المهارة أو القدرات البدنية أو الخبرة أو التماسك، حيث لعب نجومه لفترات طويلة جنبا إلى جنب. ما يضاعف من قوة الفريق الحالي أن معظم نجومه من اللاعبين المحترفين في أوروبا مثل ماكس جارديل لاعب تولوز الفرنسي، جوناثان كوجا لاعب استون فيلا الإنجليزي، وسيري داي لاعب نيوشاتل السويسري، وسيرج أوريي لاعب توتنهام الإنجليزي. المنتخب الإيفواري يبقى دائما من بين المنتخبات صاحبة القوة والسمعة الرائعة على الساحة الإفريقية، لما قدمه من عروض متميزة على مدار نحو نصف قرن من الزمان. نجح من خلالها نجوم الكرة الإيفوارية في ترك بصمة رائعة في سجلات كرة القدم الإفريقية، لكن مشكلة كرة القدم الإيفوارية بشكل عام والمنتخب الإيفواري بشكل خاص تمثلت في أن الإنجازات لا ترتقي دائما إلى حجم التوقعات التي تصاحب مشاركاته في البطولات، ومن ثم لم يحرز المنتخب الإيفواري لقب كأس الأمم الإفريقية سوى مرة واحدة على مدار 20 مشاركة في النهائيات، وذلك قبل أن تشهد المشاركة 21 اللقب الثاني للفريق. توج الأفيال بلقب البطولة الإفريقية عام 92 بالسنغال، بينما فاز بالمركز الثاني في بطولة 2006 بمصر بعد الهزيمة أمام أصحاب الأرض بضربات الجزاء الترجيحية في المباراة النهائية للبطولة، كما خسر النهائي في 2012 أمام المنتخب الزامبي، ثم استعاد اللقب الغالي في نسخة 2015 بغينيا الاستوائية. إبراهيم كمارا المدير الفني لساحل العاج، مديرا فنيا طبعا، المدير الفني من كوت ديفوار، وبالتالي كابتن عادل، هل ده من الممكن انه يؤثر عليه؟ وبقاله سنه تقريبا معاهم، لعب 8 مباريات إبراهيم كمارا، وفاز في 5 تعادل في 3 ولم يهزم في اي مباراه، احرز 15 هدف وعليه 5. واضح من الارقام، ما بتكذبش الارقام، الراجل ما اتغلبش في التصفيات بتاعته. وبعدين المدرب الوطني طبعا مع الأندية ديت بيبقى فيه مع الدول ديت الحقيقة بيبقى ليه رونق، ويبقى ليه فيه حافز، ويعرف ازاي يحفز لاعبته، ويعرف ازاي يتعامل معاهم كناحية اجتماعية، حتى يبقى عارف الاسلوب، الاكل والنوم والصلاة والصوم والحاجات دي كلها بيبقى عارفها، وبالتالي ارقامه طبعا الى جانب القيمة التسويقية مع لعيبة 255 مليون يورو بس تخيل القيمه، يعني الفرقه ميزانيه الدوله طبعا حاجه، يعني حاجه جامده جدا. ف الولاد دول بيلعبوا كره جماعيه، زي برضو الراجل رينارد ده برضو ما عندوش نجم في كاس العالم، في كاس العالم تبص تلاقيه بيلعب اسبانيا ما تحسش ان في حد مميز، كله بيلعب الكره اللمسه واللعب اللمسه واللعب اللمسه والتحرك اللمسه والتحرك والخطوره والجانب الدفاعي مع الجانب الهجومي واللعب السهل الممتع. لما بتلاقي حد بتروح له كوره ويحصل نشاز كده، زي الواحد بيعزف معزوفه في غنوه معينه والتاني بيعمل معزوفه تانية خالص. فدي النوعيه دي من اللعيبه، على طول المدير الفني بيلاحظ ان الكره لما بتيجي لفلان ده على طول بيعمل نوع من انواع الخلل، على طول بيستبعد، ويبقى فيه دايما عنصر فعال زي التروس بتاعت الساعه كده. اعتقد ان الكوت ديفوار مع المغرب هيكونوا ليهم شأن ان شاء الله
في المجموعة ديت، لأن طبعا المنتخبين الآخرين أنا جنوب أفريقيا أعتقد أن هم هيبقوا بعيد جدا عن المنافسة، لأن هم حتى طبيعتهم في الأداء ما فهمش حتة شمال أفريقيا والكوت ديفوار، دايما ما بيوصلوش للنهايات بشكل قوي. تمام كابتن ماهر، يعني ويلفريد زها أهم لاعب أو يعني من اللاعبين المهمين جدا في المنتخب الإيفواري، لكن لما تبص على مثلا خط الهجوم، جوناثان كوجي بيلعب في أستون فيلا، ويلفريد بوني كان بيلعب بكده في مانشستر سيتي، ودلوقتي في العربي القطري ماكسويل كورنيليون فرنسي، كلها أسماء كبيرة في أندية كبيرة. هل الناحية الهجومية عند المنتخب الإيفواري هتفرق معاه؟ يعني كابتن عادل بيقول ان هو دايما هو الحقيقه دايما كوت ديفوار ده يوصل للثمانيه الاربعه والحماسه والبتاع ما بتخلوش يكمل، لكن هل الناحيه الهجوميه تفرق معاه؟ جايب 15 جول ودخل فيه ثلاثه بس. هتفرق بشكل كبير جدا، خصوصا ان هم كمان اصحاب بطولات، يعني عندهم بطولتين في كاس الامم الافريقيه، فده بيديهم ثقه ان هم يعني يحاولوا ان هم يحققوا البطوله الثالثه. الاسماء الكبيره اللي موجوده عندهم حتى في الجانب الهجومي يا كابتن اسلام بتفرق 15 هدف، فده بيدل على انهم عندهم هدافين وهدافين بيروحوا لجول. وبعدين الفرقه الافريقيه دي يا اسلام بتحب ان هي تمتع نفسها، يعني وهي بتهاجم بشراسه، عندها غريزه حته احراز الاهداف. يمكن احنا كنا بنقول يمكن معظم المنتخبات الافريقيه بيبقى عندها مشكله في خط ظهرها، لكن انا شايف ان كوت ديفوار عندها خط ظهر متوازن ما بتخسرش، فده اذا كان بيدل عندها حراس مرمى وخط ظهر جيد بيفرقوا معاها. الفرق اللي عندها حارس مرمى وخط ظهر جيد يا اسلام بيفرق معاها في المشوار البطوله. طول ما انت ما بيجيش فيك، طول ما انت بتاخد ثقه فرقتك بتاخد ثقه، نعم. وفي نفس الوقت تقدر تجيب عندك عناصر في الحته الهجوميه تقدر تجيب لك جول في اي وقت. فميزه المنتخبات الكبيره ده عندها التوازن ده، ان هي في حاله الدفاع بترجع بشكل جيد، وده احنا شفناه في معظم الفرق الافريقيه، بدات تتعلم من خلال الاحتراف الخارجي والكره الاوروبيه اللي هم عايشين فيها. تمام. فالنهارده لما بيرجع بلده بيأدي بنفس الاداء اللي بيأدي فيه في اوروبا. تمام. نفس الوقت هم كمان عايزين يسوقوا نفسهم، دول لعيبه ليهم ارقام وليهم سعر، فيهمه جدا كمان انه يظهر بالصوره اللي هو بيلعب. تمام. فيها في اوروبا، ان هو كمان يلعب فيها مع بلده في كاس الامم الافريقيه. تمام كابتن حشيش، الناحيه الدفاعيه، وبعدين لما تيجي تبص برضو على حراسه المرمى بتلاقي ايه؟ مازيمبي كونغولي، سان بيدرو الايفواري، فريستيت الستارز الجنوب الافريقي، يعني دول افريقيه، ومنهم واحد اخيرا شفنا حد في كوت ديفوار بيلعب في سان بيدرو الايفواري. وبالتالي هل من الممكن ان نرى الناحيه الدفاعيه اقل شويه او اقل من المعتاد بالنسبه لساحل العاج؟ بص، هي الناحيه الدفاعيه في جميع الفرق الافريقيه لسه لازالوا برضو ما عندهمش يعني اللعيبه اللي هي على مستوى عالي اللي حتى بنقول انها مثلا بتحترف في انديه كبيره بره، استثناء طبعا بعض اللعيبه اللي هي نص الملعب والفرق قدام ان هم بيبقى عندهم التميز يعني. بس اعتقد كم من اللعيبه انا شايف يعني اسماء كثيره، ميلان ايطاليا، ليون فرنسا، كريستال بالا، يعني لعيبه على مستوى طبعا عالي، اللي هيفرق معهم المدرب الوطني ممكن، لان دايما هيفرق طبعا جامد جدا، لان الفيصل في الفرق الافريقيه بالتحديد هو الهدف، ان لازم يبقى عندهم هدف، لان حته برضو الوطنيه والشعارات والحاجات دي يعني يمكن بيتميز بيها الفرق طبعا العربيه، انتمائهم لبلدهم وحبهم ان هم يعملوا طبعا اي انجاز للبلد. الافارقه دايما بيبقى يعني معظم انتمائهم للانديه اللي بيلعبوا فيها اللي بيقبضوا منها كويس، فطبعا المدرب هنا الوطني ممكن يبقى عنده نوع من انواع الحس الوطني ان هو يقدر يعني يعمل فيهم الرابطه او اللمه. هم طبعا لعبوا يعني حوالي 20 مره في البطوله الافريقيه، فعندهم خبرات كثيره جدا جدا، فازوا مرتين بالبطوله، يتمنوا طبعا يحرزوا الهدف الثالث، وخصوصا ان مصر برضو من الدول يعني هم كانوا وصيف 2006 لو لعبوا نفتكر النهائي مع مصر، بالظبط لعبوا النهائي مع مصر وخسروا ضربات الجزاء. فبرضو يعني مصر حسام الحضري بيعمل كده مش شايف، وتريكا ما كانش فاكر ان دي اخر واحده شاطر، وقف كده بيبص للناس. انا فاكر
فطبعا يعني دي ممكن تكون فقل حسن بالنسبه لهم برضو انهم يكملوا الادوار وممكن يوصلوا النهائي برضو من الدول المرشحه، برغم ان هم مثلا في المباريات الوديه مع اوغندا مثلا اتغلبوا 1-0 من اوغندا في الوديه اللي هي السخنة عندهم زي مثلا المغرب، والدنيا في المغرب اصلا مولعه. بالظبط بالظبط كده. عموما ده كان المنتخب ساحل العاج. كابتن عادل هنتكلم عن منتخب جنوب افريقيا البافانا. بافانا عندهم مدير فني انجليزي ستيوارت باكستر، طالما انجليزي يبقى يعتبر من البلد يعني هناك البلد. طبعا كلهم زي ما حضرتك استعمار انجليزيه. لعب 6 مباريات، فاز في 3 تعادل في 3 لم يهزم، له 11 عليه 2. لكن طريقه اللعب الانجليزيه هل هتطبق في جنوب افريقيا بمعنى الكور الطويله والكلام ده، ولا هناك تغيير دلوقتي؟ لا، الكره الانجليزيه خلاص تطورت بقى لها 20 سنه ولا اكتر، خلاص بيلعبوا الكره الجماعيه، الكره اللي على الارض، اللمسه واللعبه والتحضير والضغط واللعب تحت ضغط والاختراقات والحاجات دي كلها. بس شوف انت بقى الجانب التسويقي ده، الكوت ديفوار 255.2 من 10 مليون يورو، والقيمه التسويقيه لجنوب افريقيا 28. تخيل شوف كم فرق. يعني 10 اضعاف او اكثر او اكثر. معظم اللعيبه معظمهم انديه متوسطه سواء في اوروبا او اقل من المتوسط، لكن هو بالنسبه لمشواره في ما اتغلبش، لعب 6 مباريات، فاز في 3 وتعادل في 3، سجل 11 هدف ودخل مرمى هدفين. وده برضو بقى له سنتين، فده 11 هدف يعني معناه ان هو بيلعب بشكل هجومي والخط الدفاع بتاعه، وده طبعا بيتوقف على المجموعه بتاعته. يعني لا، المجموعه اللي كان في التصفيات المجموعه اللي كانت في التصفيات ممكن تكون مجموعه ضعيفه ما كانتش، لكن برضو جنوب افريقيا هتبقى برضو نيجيريا وليبيا وسيشل المجموعه بتاعته في التصفيات. صح يعني صح. فطبعا واضح جدا ان هو يعني، لكن هو بقاله سنتين و كان واخد مركز ثاني كمان في التصفيات، مش اول، مش بعد نيجيريا. فطبعا احنا كنا بنتابع الماتشات ديت، لكن بكل المقاييس المجموعه ديت من الاخر كوت ديفوار والمغرب، لا مش صعبه، كوت ديفوار طبعا يعني ده ما فيش نقاش فيها يعني بدون جنوب افريقيا. طيب كابتن ماهر، جنوب افريقيا من الناحيه الدفاعيه بقى يعني ما دخلش فيه مجوال كتير، عندهم حراس مرمى الحقيقه يعني كولومبيت فيست الجنوب افريقي بيلعبوا في سوبر سبورت يونايتد. نعم بالظبط. هل برضو الموضوع ده بيفرق بمعنى ان هم بيلعبوا في انديه وطنيه وخط دفاع منسجم مع بعضه بقاله فتره، ومعظمهم تقريبا حتى خط الدفاع كله تقريبا بيلعب في انديه وطنيه، هل ده يفرق؟ لو ما احترفش في الخارج في الانديه الاوروبيه اسلام يعني هيبقى عنده مشاكل بالنسبه لخط الظهر، لكن الاحتراف الخارجي بيعدل فيهم بشكل كبير جدا في التمركز، في التغطيه، في الميلان، في الانقضاض، في الوعي. لكن لما بقاش في احتراف خارجي يعني بيبقى زي ما حشيش قال، معظم الفرق الافريقيه عندها قصور. حتى كمان اسلام لما بيحترفوا هم في اوروبا اذا ما كانوش بيلعبوا بجديه وتركيز بيرجعوا تاني للاخطاء اللي احنا متعودين عليها. لكن عايز اقول لك ان فعلا مجموعه صعبه جدا، وانا يعني ليا الشرف. كابتن عادل قال كوت ديفوار والمغرب، وانا مع كابتن عادل، وانا بقول لك ليا الشرف ان انا موجود في استاد السلام، لان هم موجودين عندنا في استاد السلام. فرصة ان انا استمتع بصراحه. يعني اجي ازورك يا كابتن اليومين اللي جايين. يا تشرف يا كابتن، تشرف. كابتن حشيش، الجانب الاخر الناحيه الهجوميه، يعني لما تبص على خط الدفاع كل لعيبه خط الدفاع بيلعبوا في جنوب افريقيا. الناحيه الهجوميه بقى ستراسبورج الفرنسي، سان جالين السويسري، سبارتا براغا التشيكي، برضو انديه كلها في المتوسط ولكن انديه اوروبيه. وعلى فكره بعض الناس اللي انت قلت عليهم دولت ما بيلعبوش بصفه دايما في الفرق بتاعتهم. اللعيبه فرقه جنوب افريقيا من الدول او من الفرق اللي هي معظمها محليين، يعني معظمهم من سان داونز، اورلاندو بايرتس، بيدفست، كازر تشيفز، كلهم محليين. صح. ودي على فكره ممكن تديهم نوع من انواع القوه والانسجام. الانسجام. يعني على عكس المنتخبات الثانيه، كل واحد من ناحيه. حته برضو المحليه دي زي ما كان منتخب مصر 2006 كان فيه 2-3 بس هم المحترفين، بالظبط كده، والباقي كله محلي، ومع ذلك تفوقوا وخدوا البطوله. احيانا دي بتبقى عامل ايجابي، ولو ان طبعا منتخب جنوب افريقيا يعني من
طبعا تصنيفه 72 الفيفا وبره العشرة الأوائل في إفريقيا. مبارياته الأخيرة كمان يعني يمكن المباراة الأخيرة اللي وداها كانت مع غانا وصفر صفر، عامل برضو نتيجة صفر صفر مع غانا، دي تعتبر برضو من نتائج كويسة، غانا من الدول المتقدمة. ده اللي بيأكد كلامي إن موضوع المحليين وإن معظمهم من الدوري المحلي ممكن تديله نوع من أنواع القوة، مع طبعا المدرب صاحب الخبرات ستيوارد باكستر، ده برضو من المدربين القدام في إفريقيا واللي عندهم خبرات كبيرة. يعني عموما شرفتونا النهارده وامتعتونا الحقيقه بتحليل وافي ودقيق لكل المنتخبات او الثلاث منتخبات اللي اتكلمنا عنهم النهارده، ومباراه منتخبنا الوطني ومنتخب مصر. منتخب مصر هو يلاقي منتخب غينيا، وجهات نظر مختلفه الحقيقه، وهو ده اللي بيثري دائما البرنامج. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا لك على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا لك على وجودك معانا النهارده. شكرا جزيلا لك محمد على وجودك معانا النهارده. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شفتوا شرح وافي، وكل شيء حضراتكم بتشوفوه من خلال قناه النادي الاهلي. ان شاء الله يوم الثلاث هيكون معانا المجموعه الخامسه والاربع المجموعه السادسه. ان شاء الله ايضا هنتكلم عن منتخبنا الوطني. اشكركم شكرا جزيلا، وان شاء الله نلتقي يوم الثلاثاء وحلقة جديدة من كان 2019.